يا نهار ابيض يا نهار ابيض، الحقوا يا جماعه، في خناقه تحت في الشارع للركب. طب وانت مالك مبسوطه قوي كده ليه يا سناء؟ يعني انت ما انتش عارفاها يا رانيا، دي بنت دي اصلها ست شريره وبتحب الشر، ولو ما شافتش خناقه في اليوم مليون الف مره يجي لها حاله كومبلونشيه في دماغتها. معلش صباعك ده انا هقطعهولك. ماما في واحد نازلين في ضرب 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 وقطعوا له كل هدومه تحت في الشارع. فين ده؟ فين ده؟ فين ده؟ قول لنا بسرعه بسرعه، هاتي الكاميرا بتاعت الفيديو يا نجله. بس ايه، سجلي على الفيلم بتاع حفل طلاقك يا مجيده. شرب يا ستوبد. انا على يا شخبط شخبيط لخبط لخبيط مسكن الألوان وشخبط وجابوا النقاش وصنفرة ومعجون وفي حاجة تاكل. هو أنت كنت تحت يا جدو؟ أو كنت تحت وكان قاعد على الناصية وكان في عيال شباب صحابي وكنت أنا واقف معاهم يعني. طب يعني هو أنت شفت الخناقة اللي تحت؟ أه كان في خناقة وشوية عيال كرديات وكانوا بيضربوا بعض. أيوة ليه يعني؟ إيه اللي حصل؟ واحدة ما لقاش لازمة وشافوها وعكس وقالت يلا. بقولك إيه؟ أيوة جدو. مين فرد دي؟ رانيا يا جدو. رانيا. رانيا مين؟ رانيا؟ يا رانيا. ايه يا جدو؟ تعال اقول لك على حاجه يا جدو، انا هقول لك على سر مهم جدا. انا رانيا مرات عادل. عادل الهفا، الواد عادل الهفا. ايوه. طب في حاجه تاكل؟ لا. طب هدخل الحمام بقى عشان يلا. وامبارح كان عمري 20، كان عمري 20 20. امبارح كان عمري 20. افتي افتي، يعني مفيش لا خناقه ولا اي حاجه خالص. الظاهر ان هما فضوها. سلامتك يا دولا. عادل مالك يا حبيبي؟ مالك يا مرات عمي؟ هو بس كان في ناس بيتخانقوا معاه وانا قلت له اجري يا دولا انفت بجلدك. يا سلام، انت قلت لي انفت بجلدك ولا قلت لي الحق جدك؟ وبعدين انا كنت اعمل ايه؟ انا كنت اعمل ايه وانت سبتني وجريت؟ دولا، ما انا مش انت قلت له اقف في ظهرك يا دولا؟ وانا جيت اقف في ظهرك يا عم، لقيت واحد راكب على ظهرك. طب انا اعمل ايه؟ نزله من على ظهري واركب. مش انت اللي ما قاعده، انت اللي حاجز ياض. وبعدين انت جريت ياض يا رمزي، جريت وسبتني. ماشي يا رمزي ماشي. يا جماعه يا جماعه، انا مش حاسس بصدري خالص، وانا بتنفس وانا مش بتنفس. عادل، هو انت كنت بتعاكس واحده تحت في الشارع؟ معقوله يعني اعاكس واحده في الشارع؟ ما انت هتشوفيني يا رانيا. يعني المبدا موجود يا عادل؟ يعني انت ممكن تعاكس؟ انا بنزف يا جدعان، داخليا بنزف. حد يجيب له كيس دم من الثلاجه بسرعه. يا ابني ايه اللي حصل لك؟ حد يبلغ البوليس يا جماعه. لا ما حدش يبلغ البوليس، لان انتوا لو بلغتوا البوليس احنا اللي هيتقبض علينا. يعني عاكست يا عادل؟ ما عاكستش ولا حاجه، ما عاكستش. لا معقوله يعني؟ ده جدي هو اللي عاكس، اللي هي الحاجه ام ربيع قاعده على الفرشه بتاعتها ولسه يا دوب جايه تقعد، راح شد الشلته من تحتيها، راحت الوليه اتشقلبت يا عيني، وقعد يغني لها اتدحرج واجري يا ربان وتعالى على حاجه يلا. وانت يا ابني ايه اللي خليك تحشر نفسك في الموضوع ده؟ كنت سبت بابي هو اللي يسد معاهم. بابي ما سدش يا ماما، يا ماما ما سدش، لولا ان انا اتدخلت كان زمانهم دلوقتي فرشينه مكان الفرشه اللي قاعدين بيبيعوا فيها. دولا، طب هما كانوا هيدوله كام بقى في الشغلانه بتاعت الفرشه دي؟ كانوا هيدوله بقى قفايين على قلمين على شلوتين، كانوا هيروقوه يعني. يا دولا فعلا ما حدش بينام من غير قفا يا عم. تيجي عشيك كده يا رمزي؟ لا يا دولا لا يا عم، انا قفاي عنده تسلخات من عشوه ليله امبارح. تعشي مين وانت فيك نفس تحرك دراع؟ ده انا من رايي نستغل الحاله اللي انت فيها دي واخلص القديم والجديد يا عادل. يا جماعه انا شايفه ان الحاله عماله تزداد سوءا. ايوه والنبي صح والله. وجدك عمال على بطال ماشي، عمال يعاكس في الستات ويغزلهم غزل غير عفيف. لا من فضلك من فضلك لو سمحتي. لا بابي راجل مؤدب ومتربي كويس قوي 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 قوي. بقى مات ان هو متربي قوي 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 يا ماما، هيوقفوه في اول طابور المدرسه ويخلوه يؤدي تحيه الشرطه المدرسيه. انا ما بهزرش يا سناء لو سمحتي، اكيد في الحكايه فيها سوء تفاهم، وان ست ام ربيع دي هي اللي عكسته. على ايه يا حسره؟ على السله عتب بتاعته والعكاز اللي بيعكز عليه؟ من فضلك بابي بريء بريء يا مامي. انت مجنونه يا بريء. يا نجلاء في ايه؟ جدو بيقول لي تعالي نخرج من ورا اخوكي ماجد، وانا مش هقول له. لو ماجد عرف يا جماعه تبقى مشكله كبيره قوي. ماجد مين؟ ماجد اخوها دول اللي هو عايز يمشي معاها من وراكم، وتلاقي اصلا ماجد ده ماشي مع واحده من ورا اهلها. بصي
داين تدان. انا قلت لكم المشكله اصبحت خطيره جدا، جده اصبح قنبله رجوليه موقوته ممكن تنفجر في اي امراه وفي اي لحظه. ما هو دي بقى المشكله، لان جدي لما بينفجر في اي واحده تحت في الشارع انا اللي بتعرض للضرب، يعني هعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ما انا بعد كده ممكن اتحبس يا اخوانا. انت محدود النظر يا عادل، انت بتتكلم عن الستات اللي تحت في الشارع، ما بالك بقى لو انفجر في الستات اللي قاعدين في البيت هنا. يا ده تبقى مصلحه، يبقى خد الشر وراح. عادل لا لا قصدي يعني ما تقلقوش ما تقلقوش، انا ممكن اتصرف، هنجيب ترابيس لكل الاوض بتاعتكم، وبعدين الدوريه الراكبه اللي هي بتاعه الشرطه اللي بتمر في الشارع اخليهم يمروا هنا في الصاله، لو شافوا جدي بيعاكس اي واحده فيكم هيتصرفوا بقى. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هزر هزر هزر. يعني هعمل ايه يعني يا سناء؟ جده دلوقتي يا اخوانا في سن خطر، لازم نتصرف. يعني انا الاوان يتستر ويتاهل ويلاقي النص التاني يا عادل. بس لقيتها، يبقى احنا لازم ندور لجده على عروسه وفورا. بص بقى، احنا الجد هلا هلا عليه وهلا هلا على الجد عليه، ماشي يا بابا ستو؟ ايه كميه الهلا هلا اللي انت بتقولها دي ياض؟ وبعدين ايه بابا ستو ياض دي؟ ده انا كل ياض برجله، ده انا كل برجله ياض. معلش معلش انا بس بتبتدي بلخبطه الاول. المهم دلوقتي دوله تحت يعني وكلني وشربني واداني جنيه ربعين وقال لي بص يلا رمز عشان انت كبير المنطقه اطلع كلم بابا ستو في موضوع كده مهم يعني. ولا انت شكلك كده ياض ابن امك ياض، صح؟ طب ربك طب ربك. امال يا بابا ستو هكون يعني ابن ام تانيه غير امي يعني؟ والله انت يا عم شكلك كبرت وخرفت يا عم. باين كبرت وخرفت. كبرت ايه ده؟ يالا ايه ده يالا؟ انا حاسس الزمن بيطلع بيا لقدام وبيرجع بيا لورا، وحاسس ان جالي فونيا من الادوار العنيا. تعالى نقعد تعالى نقعد تعالى نقعد تعالى نقعد. تشرب شاي؟ يا ريت والله يسقيني. قعدي استنى ما اشرب نفسي الاول وبعدين. وانت عايز ترغي في ايه بقى يعني؟ بص بقى بابا ستو، احنا دلوقتي زي ما انت عارف يعني الانسان مننا محتاج انثته، والانثى مننا محتاجه راجلها، صح؟ وبعدين ظل راجل ولا ظل شجره؟ صح يا ياض، وعلى راي البسل والشجره بودنين بيشيلوها يوم الاثنين، صح؟ صح يا بابا ستو، عليك نور يعني. بس انا ليا تعقيد على كلام حضرتك الاخير ده. هتعقد؟ عقد يا ياض عقد. بص يا سيدي، احنا دلوقتي بصريح العباره يعني عايزين نجوزك عشان تهدى كده بقى وتحل عن سمانه بقى. ايه حل عن سمانه دي؟ ايه حل عن سمانه؟ وبعدين اتجوز ايه يعني المشكله؟ طب انا بره كنت في المغرب ياض واتجوزت، عارف واحده كانت ايه بقى ياض؟ وكانت هي يلا. عفرم عليك بقى بابا ستو. بص احنا دلوقتي مش هنفرض عليك يعني واحده بعينيها او بمرخرها، لا احنا هنا يعني هوقف لك ستات الحريم بتوع المنطقه كلها كده ونصف، وانت تستنقى منهم براحتك. انا استنقى؟ واستنقى انا؟ وبص طب وام ربيع هتبقى واقفه معاهم اللي انا استنقى؟ لا ام ربيع دي متجوزه. ايوه انا هتبقى واقفه معاهم ولا مش واقفه معاهم؟ حاضر هشوفها لك يا بابا ستو. ايه قلت ايه بقى؟ طيب ولا بص انا مش هسرق يا ياض، انا مش هسرق، انا خلاص انا خلاص ياض اللي انا عايز ارتبط بيها وموجوده في البيت ده. ما تقولش ما تقولش، انا هقول لك عشان انا ناصح. هقول لك انت بتفكر في مين؟ ها طب قول ياض، لو عرفت اللي انا بفكر فيه صح هديك بالقلم، لو عرفت غلط هديك بالقفا، يعني شوف انت اختار بقى وانا هديك بالقلم. يا رب يطلع غلط يا رب عشان اخد بقى بالقفا، عشان بقالي كتير قوي ما خدتش بالقفا يا بابا ست. وبعدين انا بحس ساعتها بانتعاشه كده هون مفتخره كاني بشرب في فنجان قهوه على فكره. طب ياض قول بيت قول بيت عشان انا ايدي خلاص اهي ايدي بتاكلني. بص بقى بابا ست بقى ابو الرماميز هيقول لك مين؟ ام الواد عصعص. ام عصعص مين؟ ام الواد عصعص الله يرحمها اللي كانت بتيجي نون تاخد العيش المكسر عشان المعيز بتاعتها، هي ولا لا؟ ابا عصعص ابا عصعص وعيش وبتقول الله يرحمها، اتجوزها ازاي؟ اهبل يا اهبل يا اهبل. صح صح. طب طب مين يعني من بيت هنا فين؟ واحده بالبيت هنا هو ياض، وبص مش عايز استرقى وهي واحده بالبيت ده، اقول بين مين؟ الزغلوله الصغيره. ما تقولش ما تقولش، البنت ياسمين صح؟ ياسمين يهبل ياسمين يهبل البيت وايه ورا ورا البيت التاني ياض ام ترنك ياض اللي بتقعد رايحه جايه دي ام ترنك. بس بس يا عم البيت نوجة. نمس انت بابا ستو نمس، طمعان انت في المصروف بتاعها وعلشان تذاكر لها كمان صح؟ ذاكر لها صح ياض وذاكر لها وبعدين ايه واقعد اخد المصروف بتاعها واذاكر لها واتجوزها بقى ايه ده؟ ايه؟ والزرعه دي؟ الزرعه دي وحلوه؟ حلو قوي قوي، ما تدهني يا بابا ستو. عايز الزرعه دي؟ اه خد اهي.
مين حيوان اللي بيزعق ده؟ استنى هسقهولك هسقهولك. قاس ايه قاس؟ قال ياه. لا طبعا مستحيل. لا اله الا الله، ليه بس لا يستحيل ليه يا انسه رانيا؟ الله يحفظك يا رمزي. انسه رانيا، بص يا مدام، دلوقتي الموضوع لسه في ايدينا، والحكايه كلها في ايد مين؟ في ايد امك. نو جامي. لعلمك مامي طموحاتها اكبر من جدك ده بكتير. ايه طموحاتها ايه؟ يعني تتجوز كونستابل؟ مامي عندها من الجمال والجاذبيه والرونق والخبره ما يؤهلها لذلك. دولا، بقول لك يا دولا، هو كونستابل ده يعني هو طبال بس كونس؟ كونس؟ في حد شغال كونس وانت اي زيطه جاي فيها وخلاص؟ مفيش حاجه انت ايه اللي مقعدك في وسط الحوار العائلي ده؟ اطلع بره يا رمزي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ماشي يا دوله ماشي، لما بتعزوني بتستخدموني كدليل، بعد ما بتتقد المصلحه بترموني كمنديل. ايوه بنعاملك كمنديل، ومنديل مهمل وكان اساسا مرمي من قبل ما نلاقيه. يلا اطلع بره. ماشي ماشي يا دوله. عموما احنا مش هنعرف ناخد قرار في الموضوع ده غير لما ناخد رأي البنت الأول. رأي البنت؟ طيب ماشي، أنا ممكن أخد رأي البنت وأنت تطلعي تاخدي رأي الولد جدي. ها دولا، بقول لك يا دولا، أنا بقى نفسي بقى أتجوز بقى دولا، يعني أنا نفسي أشوف بقى رمز الزغنطر. عارف وأنا نفسي ما أشوفش رمز الكبير. اطلع بره بره. إيه دولا إيه دولا بقى؟ نو نو، بره 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 يا كلب. أنا بقى مش كويسة. الديجرادي بتاع الهايلايتس بتاعي مش مظبوط. تهيألي يعني حماتي اي مزين حريمي بحتتين جل صغيرين كده هو على دماغك يظبط لك الكربراتير باين. ايه ده؟ ايه كربراتير ده؟ معلش ما انا مش عارف انافقك يعني يا حماتي. يظهر الواحد عشان ينافق في البلد دي لازم يبقى معاه لغات. وتنافقني ليه؟ بصراحة يعني يا حماتي، ومن الاخر انا عايز اجوزك لجدي. وبين بجيدة دي؟ مامي يا جدو. بابي يا يبقى اكيد حلوة. طب وانت عايزين كام في الجوازة دي؟ عشان برا كنت في المغرب ورحت قلت لهم عايزين كام في الجوازة وراحوا هم. يلا نو جامي، ولا كنوزات الدنيا تخلينا اتجوز الراجل العجوز ده. هو انا هتجوزه ولا ابقى ممرضة بتاعته؟ لا تمرضيه ايه يعني حماتي، الراجل ما شاء الله صحته ولعلمك ده هو شهرين ثلاثة يتكل وانت تورثيه بقى. هو عنده فلوس كتير؟ اوه ملايين، بتستهبل ملايين ملايين. طب هو حب قبل كده؟ شوف يا بنتي، بصي وانا هقولك الخبرة بقى، ويعني الحب ده عامل زي ايه والجذبة من غير بطلون. الله يا صدق انا في حياتي ما سمعت تشبيه اعمق من التشبيه ده. حضرتك بتشبه الحب بالجزمة والبنطلون. الله الله رومانسية يا جدو. ما هو لازم برضك رومانسية، وعلى رأي المثل خبفسة شافت عيالها بشير على الحيطة وقالت وإيه الحشرات دي وانتوا مرشتوش ولا إيه؟ للدرجاتي؟ واكتر كمان من الدرجات دي، الراجل ده لف الدنيا وشاف بنات وشاف ستات لكن وقع اختياره عليك، ده معناه إيه؟ عشان كده هو متمسك بيكي جدا. وهيعيشني فين بقى؟ فوق السطوح، افرش لها بقى الفرشه بتاعتها وهي تنام فوق السطوح والفراخ جنبيها وتقعد تنقر. هي مين؟ هي مين دي اللي هتنام فوق السطوح يا جدو؟ يا جدو هو انت بتتكلم عن امراه دونيه؟ دي مامي يا جدو، مامي دي، مامي دي لازم تشيلها فوق دماغك وتحسسها كده انها سلطانه زمانها. سلطانه؟ سلطانه؟ ونجيب سلطان؟ ونجيب سلطانيه ونجيب سلطه ونجيب سلطه وهي مين دي؟ مامي. مامي يا جدو، مامي يا جدو. مامي وانت اخت البيت الصغيره اللي بتقعد تربح في الصاله دي كده هو رايحه جايه وبترنك بترنك. البيت الصغيره دي انت اختها اللي هي مامتك؟ هي امك؟ لا جامي يا حبيبي، انا ما اسكنش غير في فيلا بدورين ويكون فيها بيسين عشان التام بتاعي، ها خد بند سولي كده، ويكون موجود فيها شوفير، يكون فيه سفرجي، يكون فيه كاميريرا، ويكون فيه الخدم والحشم دول. ها ويكون طبعا فيه دكتور عشان لو حصل اي حاجه يعني يا حماتي. طبعا انت بتقول فيها يا حبيبي، انا هشبشبه، انا هديله زهره شبابي. وانا هديها على دماغها بالجزمه القديمه. يا مين دي يا جدو اللي انت بتتكلم عنها؟ والبنت ام ترنك، البنت ام ترنك اللي عماله بتربح في الصاله دي وراحت مسكت العكاز بتاعي وقعدت تلعب فيه وبوظت العكاز وقال لي ولقد رفض راسي ذكر، لقد رفض راسي ذكر وهيقطعوا الكهرباء. لا يا اخويا انا مش ممكن اوافق غير لما ولادي وولاده يوافقوا.
يا ستي بالنسبة لولادك موافقين، رانيا ونجلاء هيطيروا من الفرحة، بالنسبة لولاده هو بقى أنا حفيده وبقولك شيل يا حماتي. طب وبقى اللي اسمها إنعام دي؟ بابي هيجيب لي مرات أب؟ عايز نطلع معقدة؟ وحدك خلاص طلعتي، وحدك لسه هتطلعي معقدة؟ هو احنا لسه هنبكي على اللبن المسكوب ولا ايه؟ بس انا مش موافقة، مش موافقة، مش موافقة. هقول لاصحابي ايه؟ بابي جاب لي مرات أب؟ وبعدين اشمعنى دي اللي اختارها؟ ولا عايزين تركبوها عليا؟ يا ماما اصحابك ايه بس يا ماما؟ يا ماما بطلي بقى أفكار المراهقة دي يا ماما. وبعدين حياتك احنا هنركبها على حياتك، يعني هتعمل فيكي ايه يعني؟ اللي بيتجوز كبير بيبقى كبير. وبعدين لو اتجوزت ابويا مش هقدر افتح عيني فيها ولا اشتمها. يا ماما لسه على ما تتجوز ابوك ان شاء الله فيها شهرين تلاتة، في خلال الفترة دي اشتمي زي ما انت عايزة براحتك بقى. وعارفة يا بنت سعيد انا حبيتك ليه صراحة؟ انا اسمي مجيدة، وين حبيتني ليه؟ عشانتي فكرتيني بنت وكانت في المغرب واسمها ماري، وكانت بجيب منها سمك، وكان عندها سمك فيه بطارخ والدنيا مطرت وسكر الجزمة يلا. ايه ده؟ انت بتقول ايه انت؟ والله ما عارف، والله ما عارف. هو اتجوز والعروسة للعريس والجري وقعد يجري وبيجري بيجري بيجري وهو جور وهو جور وراح قلت ايه حبيتيني ولا ايه؟ وبعدين ما شضربي كانوا ومش هبدي ايدي عليكي. ايه ده؟ انت تضربني انا ازاي؟ انت بتقولي انا مش فاهمه ان انا اي حاجه عايز اقول لك حاجه. انت قليل الادب وراجل هبجي. اشتميني اشتميني، انا بحب ست اللي هي لسانها بيبقى مبرد وحدادي، وبعدين نقعد نبرد عشان السوكه وجبت الصنايع يلا. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ مش فاهمه انا اي حاجه منه. وبعدين الكلام اللي انت بتقوله ده كومبليمون ولا قنبله عشان تفرقعني بيها؟ على العموم بقى انا لسه بفكر. طب يعني انت موافقه ولا ايه؟ موافقه ولا تجتمع على نفسي وقولي موافقه وقومي؟ طيب موافقه 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 موافقه. لكن انا مش موافقه. ليه يا حبيبتي؟ دي طنطك فجيده، ويعني دي في مقام مامتك بالظبط يعني، وممكن تعتبريها زي امك يعني، واعتبريها زي ماما. ايه؟ مفيش حد ابدا يملى الفراغ اللي سابته ماما. يا ستي لو يعني ضايقتك ابقى اطلقها، وراي المثل شيل ده من ده من ده من ده ويرتاح ده من ده وين ده عندك. مفيش مرات اب كويسه ابدا. انا بقول لك اهو، اذا كنت هتتجوز الست دي لازم تطلعها دلوقتي حالا حالا حالا. ايوه مش هطلعها يعني، مش هبقى اتجوزها الاول بعدين ابقى اتجوزها؟ لو عملت كده انا هسيب لكم البيت وامشي واروح عند عمته. ها روحي روحي روحي. هي عمتي لسه عايشه؟ لسه عايشه وعايزه تيجي تقعد معانا. انا ليه بسال؟ ليه بسال بس؟ بس يلا بس. وتعال تعال يا العاب تعال. ده انت بنتي الوحيده ولا وانا خلفت غيرك ولا خلفت ولا؟ تعال يا حبيبتي. ودي الست دي هنرضيها واديها اي حاجه فلوس يعني، تقوم هي منزله الجنين من بطنها وخلاص يعني. بس انت اهم حاجه ما تقوليش لامك بقى الله يرحمها ان انا اتجوزت. ماما ماتت يا بابا. عشان كده ما جابتش بقى كوبايه الشاي اللي انا طلبتها منها من فبراير 1967، وكان الحرب وطيارات وقعنا 12 وطياره بلاستيك يلا بقى. انت عايزه تتجوزي بابي؟ انت تتجوزي واحد على قدك. العرباج اللي تحت عايز عروسه، مش ترمي شباكك على كبير العيله، ده لا يمكن يحصل ابدا. شرب يو بس اسكتي. شرب ترلم بصي انت ما تقلقيش ما تقلقيش، احنا هنروح دلوقتي العرف بغرق السوق، احنا هنروح نضرب اتنين كشري وبعدين نطلع المحامي نضرب اتنين عرفي. انا ماليش في العرفي. طب ليكي في الكشري؟ وبعدين يا جدي جوازتك مع عصلجه، وعشان الواحد يلاقي واحده ترضى بيك الحكايه دي هتاخد وقت يعني. ياخد وقت ولا ما ياخدش؟ ولا هيقعدوا كل شويه يطلعوا القطط الغرقانه فيا وبعدين يعني على راي المثل، وياخد وقت ولا ما ياخدش وقت؟ طب والمعاكسات الدائمه والشجار الدائم اللي بيروح ضحيته عادل؟ مدام عادل هو اللي بيلبس خلاص يلبس هو بقى يعني، وانا هقعد عاكس حتى لو اتجوزت هقعد عاكس عشان هو يا سلام. يعني ايه؟ يعني جواز حضرتك هوبلس كيس؟ اليوبلس فين؟ وانت وراكي من الساعه 5 للساعه 6 والربع.
يا جدو 500 مره اقول لك ان انا مش فاضيه، انا مرات عادل. مرات عادل؟ ايوه. يعني انت فاضيه ولا مش فاضيه؟ لا مش فاضيه، بس يعني ما عنديش مشكله ان انا اجي اكل معاك كشري، على اساس يعني ان انا نفسي في الكشري. اوكي اوكي يلا بينا. بس بقولك ايه، انت اللي هتدفع الحساب عشان ما احبش واحده ست تبرشت عليا عشان مره واحده في المغرب وجت ولا ايه؟ يلا يلا. انت بتشرب الشاي بالشفاطه يالا؟ شوف الجهل يا دولا، انا المفروض ما ردش عليك، لكن انا هرد يا عم. لا ما تردش ما تردش. عيني. بص يا دولا، الجو ده كله فيه تلوثات، والشطافه دي يا عمنا اكتر حاجه معرضه للتلوثات للجو. ايه الشطافه؟ انت بتتعامل مع الشفاطه على انها شطافه يالا؟ وايه الفرق يعني يا دولا؟ يا ابني الشطافه مش للشرب. امال ايه يا دولا؟ لا لحاجة تانية خالص، لكن الشفاطة بقى هي اللي تشرب بيها حاجات ساعة بس، مش يتشرب بيها شاي. والشاي برضو بيتشرب بيها شاي يا دولا، علشان في فيروزات، والفيروزات دي لو دخلت معدتي هتعديني. فيروزات؟ دول على أساس إخوات فيروز الصغيرين. أنت الفيروزات يا ابني لو دخلت جوه معدتك أنت اللي تعديها. بص يا دولا، انت هتقعد اقعد اناهد معاك كده وعمرك ما هتفهمني. انت مش مفروض الواحد يفهمك، انت بالكتير الواحد يبوسك ويركنك جنب، مش يبوسك يعني ويركنك، لا يرميك جنب الحيطة. ارميك ايه ده؟ ده انا الشاي لو سمحت. ايه ده الراجل ده؟ انا عارفه ولا يا رمزي؟ غريبة، مع ان انا حاسس ان انا معرفوش. اتشطف وانت ساكت. لا انا عارفه، انا متأكد، كان معايا في المدرسة واسمه حمدي. يو يا عم بقى، يا عم بقى فكك بقى، انت كل شويه دول تقعد تقول لي ايه ده ايه ده نعرف الناس دي، ايه ده ايه ده نعرف الناس، وتروح تسالهم يقول لك واحنا ما نعرفكش اصلا. بص يا عم انا مش همشي معاك في حته بعد كده. ولا ما تخافش ما تخافش. بص يا رمزي، عارف البازار بتاعنا؟ هتطلع لغايه عنده، معاك المفتاح بتاعه. دول هتفتح البازار بالمفتاح وهتخش جوه تقعد تستنى هناك. حاضر يا دول. يلا حاضر. الشطافة. خدت الشطافة؟ لا تسيب القعدة كده، معقولة؟ الشطافة لازم جوه القعدة. يلا اتكل على الله. بص ولا ايه؟ يلا اتكل. الو؟ ايوه انا المهندس حمدي السيسي. انت بتضحك ليه؟ انا بابا اسمه السيسي، انت مالك انت؟ ايوه انا بلغتهم في فرنسا اني مش قبل شهر عشان ابتدي الحفر والفحت. حمدي السيسي صح؟ ايوه. في حاجه يا استاذ؟ يا حمدي انت مش عارفني ولا ايه؟ انا عادل سعيد اللي كنت معاك في مدرسه النقراش الثانويه العسكريه بنين. فاكرك. لا مش انت، انت اقفل عشان الكارت. انت اقفل. اهلا يا عادل. ازيك يا حمدي؟ وحشني. اخبارك يا حمدي؟ عامل ايه؟ اقعد. ياه اخبارك ايه؟ الحمد لله. اسكت، مش رشحوني بعد ما جيت من فرنسا ان انا اكون المدير التنفيذي للمرحله الجايه لمترو الانفاق؟ ما شاء الله، برافو عليك. يعني انا برضو رشحوني ان انا اخد جايزه قصور الثقافه عن الشعر، بس ما خدتهاش. يعني ايه ده عادي؟ انت لسه بتجري ورا التفاهات دي؟ التفاهات؟ لا دي هوايه عندي، بس انا عندي شغلتي. يعني انا عندي بازار في الشارع اللي ورا ده، عايزك تيجي تزورني. شارع ايه؟ شارع الترولي، بكسب منه كويس قوي الحمد لله. لازم تزورني يا حمدي. شارع الترولي؟ اوه ياه، ده انا هبقى عندك كل يوم. لا انا بقول لك تيجي تزورني، تيجي تزورني بقى كل يوم، لسه برضه فيك الحركات بتاعت المدرسه دي. طول عمرك لطيف. لا اصل انا عندي شغل يوميا هنا في الشارع، اصل شارع الترولي ده هنمشي فيه المترو. مشوا فيه المترو؟ طب يعني اشمعنى الشارع بتاعنا اللي هتمشوا المترو؟ ما تاخدوا المترو تمشوا في اي شارع تاني. هو انا جايب ابن اختي افسحه؟ بقول لك ده المترو عارف كلها شهر، وهنبتدي نفحر في قلب الشارع. عارف
الشارع ده هيتقفل خالص والمحلات هتشال هتشال. تصور محلات هتشال ايه يعني الوقت عوزة؟ ده مشروع قومي. الله، لازم يبقى فيه تضحية. ايه يعني شارع او شارعين، محل محلين، كل ده عشان القاهرة الكبرى يا اخي. قاهرة وكبرة ايه؟ كبرة يا عم حمدي، انت هتعمل لي فيها رفاعي جاي تطلع لي تعابين؟ لا يا استاذ بعد اذنك، يعني ما ينفعش خالص تمشي المترو بتاعكم من الشارع اللي في المحل بتاعي. صح، لازم يبقى في ضريبه يا اخي. ايه المشكله يعني؟ طب ما انا بدفع الضريبه، انا طول الوقت بدفع الضرايب حضرتك، وطول الوقت بتفرج على الاعلانات ويقول لك مصلحتك اولا وادفع. هي مصلحتي ان انا ادفع وبس، ما اخدش حاجه خالص يعني؟ هي دي ضريبه النجاح. كمان النجاح هيعملوا له ضريبه؟ انا فاشل يا سيدي، المفروض ما ادفعش بقى ضرايب بتاعه الفشل دي. اوعى تقول على نفسك كده يا عادل، انا عايزك تعيش معايا اللحظه. تخيل المشروع ده بقى بعد 6 7 قول 30 سنة لما يخلص، تحس بالفخر، تبقى ماشي مفخور كده، الفخورة واخداك وانت ماشي في الشارع كده، ان المحل بتاعك جنب المترو، وتشاور لأولادك وتقول لهم تخيلوا يا أولاد المحل بتاعي كان جنب المترو. يا سلام، ده ايه الفخوره اللي هبقى فيها انا والعيال دي؟ طبعا هنبقى ساعتها ماشيين بقى بنشهد حضرتك. ايه انت مش عندك بازار؟ اه يا سيدي عندي. طب ايه رايك بقى، انا هخدمك خدمه عمرك، انا هسمي لك المحطه محطه البازار. ها ايه رايك؟ اه لو كده يبقى معلش، اه محطه البازار برضو الواحد يبقى ماشي متفخور يعني حضرتك. طبعا. اه 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 طب حضرتك انا مش عارف صراحه بجد يعني اودي جمايلك فين يا عم حمدي يا صديق الدراسه؟ احنا اصدقاء طفوله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عادل تعالى اتفرج معانا على الفيلم. ده فيلم القطار يا عادل اللي انت بتحبه. القطار انا ما بحبوش. ليه بس يا ابي؟ ده فيلم يجنن، مهما تعاد لازم اتفرج عليه. انا ما بحبش القطار، انا حر. الله، مالك في ايه يا عادل؟ احضرك الاكل يا عادل يا حبيبي؟ لا يا ماما ماليش نفس. في ايه يا عادل؟ مالك؟ مالي؟ هيمشوا المترو في الشارع اللي فيه البازار. اخيرا اخيرا هترحم المواصلات والقرف واروح مدرستي بدري بقى. مدرسه ايه؟ المترو ده عشان يخلص قدامه 6 سنين، تكون انت طلعت على المعاش يا ماما. ايه والنبي يا عادل، والنبي يا حبيبي عشان خاطري ابقى خدني معاك اتفرج على عمليه بناء المترو، حس اني من وانا صغيره هموت واتفرج على الحفار الهيدروليكي وهو يعمل. عارفين يا جماعه مس المترو ايه؟ انه سريع جدا، ما بيوقفش في اي اشاره. اتلاست انه هيعملوا مترو انفاق زي اوروبا. زي اوروبا ايه يا جماعه؟ انتوا مش فاهمين حاجه، يعني البلد تتطور زي اوروبا وانا حالتي تتدهور. عادل يا حبيبي ما تبقاش راجعي وما تخليش تحيزك للترومي اسرع عن رايك في المترو. انا يا ستي لا متحيز للترومي ولا للمترو، ماله التوك توك صغير وزي الفل وبيزرق من الشوارع ومن الحارات ويجي عكسي ولا عليه ضرايب ولا عليه مخالفات، ماله التوك توك؟ انتوا اصلكم مش فاهمين حاجه. طب ما تفهمنا انت يا ابو المفهوميه. دلوقتي المترو ده لو مشي في الشارع اللي فيه البازار الشارع كله هيتقفل بما فيها المحل بتاعي. يا لهوي، يعني البازار كده بح؟ ايوه ماما البازار بح. كمان كمان عادل كمان كاسكم في فيلم نو. والنبي حماتي مش وقت فرنساوي خالص، كفايه المترو انه فرنساوي. طب المانجاتو هناكل ازاي؟ هناكل بقى من التطور الاوروبي اللي حضرتك كنت بتقولي عليه. بصوا غيروا المحطه دي، غيروا المحطه دي، انا مش عايز اسمع اي حاجه فيها قطر بعد اذنك يا نجلاء. حاضر. بصي اطفي التلفزيون خالص. حاضر. بصي يا عادل انا عندي فكره رهيبه، ايه رايك تجمع كل اصحاب المحلات بتاعه البازارات اللي حواليك وتروحوا كلكم كده تعملوا شكوى محترمه، على الاقل تاخد تعويض. او اقول لك يا عادل تعملوا اعتصام تحت سفح الهرم وانا اللي هعمل لكم شعار المظاهره، ابو الهول براس انسان وجسم مترو كبير. جسم مترو ايه يا ماما؟ يا ماما كده اهو يبقى في دعايه للمترو. احنا عايزين دعايه ضد المترو على فكره، اصحاب المحلات لغايه دلوقتي ما عرفوش ان المترو هيمشي في الشارع، انا الوحيد اللي عرفت من واحد صاحبي. طب ما تقول لهم يا عادل يا ابني. يا سلام، اقول لهم عشان الاسعار ترخص وابيع انا بالرخيص؟ لا، عادل اذكى من المترو. طب بقى ناوي تعمل ايه؟ ناوي ابيع بالاسعار القديمه من غير ما هم يعرفوا خالص. ده غش واحتيال، حرام عليك يا اخي،
حرام عليك تبيع المحل وانت عارف ان عليه مشاكل. يا سلام يا ام ضمير، خلاص خليك انت لضميرك، سيبيني انا اتصرف بطريقتي، انا اللي بعرف اتصرف كويس وبعرف افكر كويس، ابيع بالاسعار القديمه وهم يولعوا. يا معلم تيتي، انا حصل لي ظروف صعبه جدا ومضطر ان انا ابيع يعني المحل والبضاعه، وما لقيتش غير صاحبي وحبيبي واخويا المعلم تيتي اللي فكرت ابيعهم له. يعني اخوك وحبيبك؟ احنا هنصيح، ما انا لسه طاحنك في المزاد الاسبوع اللي فات. بس عادي يعني، انا وانت واحد مثلا يعني. والجروب السياحي اللي طشته بينك وبعت له نفس تماثيلك. بس احنا اخوات يعني، وبعدين اللي في جيبي في جيبك يعني معلم تيتي. ودلوقتي بقى جاي تمد ايدك في جيبي مش كده؟ الام بتبقى يعني الواحد بيهتم ان الام دي ما تتعورش يعني. مالها الحاج؟ جالها مرض خطير يعني اسمه التيسي تيسي. ايه؟ التيسي تيسي، وده مرض خطير جدا يعني مش موجود كتير في العالم يعني، بس جه الام يعني، وبعدين يعني طول اليوم وطول النهار وطول الليل ما بتعملش حاجه غير انها بتقعد تعطس تيسي تيسي تيسي، لدرجه ما بيبقاش عندها وقت انها تتكلم يعني. ست الحاجه دي بركه وعلى عيننا وراسنا، مع اني مش محتاج بضاعه وبضاعتك عفشه ومحلك عتبته فقريه، لكن هفكر. ايوه فكر ونباتيتي، لان يعني لازم، عايزه تعمل عمليه والعمليه دي عينك دون وبتقطع عليا منفسن. ايوه مش هعمل كده تاني، بس عمليه ولازم تتعمل في بلد بره، حرام عليك. بس عشان المعلم تيتي على سن ورمح وسيد المعلمين وابقى خدام ست الحاجه، انا هاخد البضاعه بس بتمن جملتها، اما محلك ده بقى ده فقري زيك ما يلزمنيش. يعني يا معلم تيتي يعني حطيتني تحت سنانك وبتجز؟ ما انت ياما خربشتني وضفرك طالني. بابا خلاص، خربشك ايه؟ الضوافر اتقصت والسنان اتخلعت والتيسي تيسي جه لامي. خلاص، اذ ربما انا اعدي عليك بكره الم التماثيل وارمي لك فلوسك. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ماشي بكره، بس اهم حاجه يعني تجيب لي الفلوس على طول. ده ايه الادب اللي حط عليه مره واحده ده؟ بقول لك الام يا معلم تيتي، الام، وبعدين بتحرص طول الوقت وانا خايف اتعدي صراحه. هو معدي؟ اه معدي. اخلع انا بقى. خد دي كمان يا معلم تيتي. تشكر. خد دي معاك. ايه دي؟ شايفني بلم زباله. على رايك. عموما بالشفا يا معلم تيتي. بالشفه دي تقولها للست الوالده اذ ربما انت بطل عطس. يا سيدي ما تدوق، ايش يعني جت على كده؟ بقول لك ايه، اذا حبيت تبيع هدومك اديني رنه. حاضر يا سيدي، معني مقاسي غير مقاسك وذوقي غير ذوقك، ده ايه اللي انت لابسه ده؟ شفاف يا معلم تيتي، معقوله يعني؟ لكن برضه ابقى اديك رنه. حاضر. سلام عليكم. مع السلامه يا معلم. خلاص يا معلم. يلا يا رجاله. الحمد لله خلصنا من البضاعة. ايه ده؟ ايه ده دولا ده؟ ايه ده؟ والله برافو عليك يا دولا، بعت البضاعة دي كلها؟ يا ابني بعت ايه؟ أنا شربت البضاعة كلها للمعلم تيتي وعلى معدة فاضية. لئيم أنت برضه يا دولا، استكملت لحد ما تكملت. أنت بتعلم الكلام يالا في مستشفى الكلب. يلا بقى يا سيدي المعلمين، بقى نضرب كشري نخب الخازوق اللي خده المعلم تيتي. انت مش خد خازوق عادي، انا اخيرا خلصت من البضاعه يا رمزي، فاضل بس اخلص بقى من البازار. اه يا دوله بقى نخلص بقى من البازار، او بص نتخلص منه. عارف بجد يا رمزي، انا نفسي اتخلص منك انت، لان فعلا من زمان نفسي وامنيتي ان ربنا يكرمني ويبعت لي واحد يكون بيفهم اللي انا بقوله. بقى كده يا دوله؟ ده اذا كان انا بقى جاي لك النهارده بفكيره جهنميه بخصوص بيع البازار ده. فكرت ايه بقى يا فكيك؟ بص كويس يا دوله. كشري ماله يعني؟ المعلم زعزوع القصافجي يا دوله. ماله المعلم زعزوع؟ اللي بناكل من عنده كشري يا دوله. ايوه اخلص، ماله؟ اللي المحل بتاعه جنب المحل بتاعنا يا دوله. هتقول ولا نفخك؟ ماله؟ سمعته يا عم ان هو عايز يشتري المحل بتاعنا. بتاعنا؟ هو المحل بتاعنا بس يعني، لكن ما دام عايز يشتريه وخدك انت كواسطه يعني ما عنديش مانع ان هو بتاعنا. انت عرفت ازاي؟
ايوه دول انا هقول لك. انا بقى وانا بضرب الكشري الاصطباحيه بتاعتي بقى من عنده، سمعته قال ايه بيقول للمعلم عليش ان هو عمال يدور على محل قريب من المحل بتاعه، واحنا بقى دول مش قريبين بس، ده احنا لازقانين مع بعض. هو حر بقى ما دام هو اللي عايز كده يشرب يا معلم. انا زعلان منك برضه يعني يا معلم زعزوع. معقولة يا راجل تكون بتفكر تشتري محل جنب المحل بتاعك وما تجيش تقول لي؟ ما انا خفت اقول لحد على الموضوع ده، يقولوا جاي كوش على الشارع كله، وانا ما بحبش ازعل حد مني. عموما الاكبر مني ومنك هيجي يكوش على الشارع من اوله لاخره. تقصد ايه يعني؟ اقصد يعني ان ما دايم الا وجه الله ونعم بالله. بص يا استاذ عادل، انا قلبي انفتح لك قوي، بيني وبينك كار الكشري ده مش بتاعي، ده كار ابويا وجدي وجد جدي، وهم اللي اجبرونا اشتغل الشغلانه دي. ما هو برضه يعني يا معلم زعزوع طاعه الوالد والجد وجد الجد واجبه يعني. مظبوط، لكن دي مش غيتي، انا غيتي اكبر من كده بكتير، انا طموحي ملوش حد. يا سلام، وايه طموحك في محل كشري يعني؟ هتقلل الرز وتزود العدس؟ لا، انا غيتي في القصب. معلش انا حاسس ان القصب لو اتحط على الكشري هيعجن يعني. لا مش عليه، انا هفتح محل عصير قصب وفواكه، وبكده نبقى ترجينا خطوه لقدام. وين رايح الزبون؟ طب هو الزبون عدم المؤاخذه يعني تعبان في ايه؟ هقول لك، بيني وبينك الشطه عندي شديده قوي ووعره، اهو الزبون ياكل من هنا ويحب يهدي المسائل يروح يشرب كوبايه قصب، وبكده نبقى رايحنا الزبون. يا سلام عليك وعلى افكارك. عموما بص بقى يا معلم، انا المحل بتاعي قد المحل بتاعك بالظبط، شوف كده بما يرضي الله هتدفع لي قد ايه. بما يرضي الله هدي لك 100,000 جنيه، 50,000 دلوقت و50 بعد شهر، ونمضي العقد. نمضي العقد بعد شهر؟ لا مش هينفع. طب ايه رايك تدفع لي 70,000 جنيه بس دلوقتي، ومش عايز اي حاجه تانيه بعد الشهر، ونمضي العقد على طول دلوقتي. امرك عجيب يا استاذ عادل، أنا أول مرة أشوف واحد يفاصل اللي تحت. ما هي المشكلة في اللي تحت. يا سلام، أخيراً خلصت من البازار وخلصت من البضاعة، مش فاضل غيرك يا رمز، عايز أخلص منك. دولة حبيبي، يعني أنا شايف كده بقى إن أنت معاك فلوس كتير قوي. ها؟ أنا عايز حاجة صغيرة يعني نسبة كده 80%. 80% نسبة؟ يا ابني أنا خلاص الفلوس كلها خدتها وحطيتها عربون في محل جديد في الشارع اللي ورانا يا معلم. أخلص منك، سافر بقى يا رمز. حمدي، إزيك يا حمدي؟ عادل، ازيك يا عادل؟ وحشني. ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. والله بجد يا حمدي انا مش عارف اشكرك ازاي، يعني انت عملت فيا جميل العمر كله بجد. كنت هروح في ابو نكلة يا معلم. لا ما خلاص، لا في ابو نكلة ولا ابو فجلة خلاص. قصدك ايه؟ قصدي يعني الشارع اللي فيه البازار بتاعك، شارع الترولي ده، تلاقي كده كنز وضيق من الجنب، فحولت على الشارع اللي بعديه اوسع شويه، الشارع اللي وراك على طول، واجيب بقى حفارات واحفر براحتي. يا عم انت عايز تحفر وخلاص، احفر يا عم احفر، وعلى ضمانت انا لو اي حد كلمك صدرنا انا. ما ينفعش، اصحاب المحلات هيزعلوا، عشان كده غيرت المسار. غيرت المسار؟ خلاص يا دوله ما تزعلش نفسك يا عم، هم من اللي خسرانين يا دوله، يعني هم هيلاقوا يعني بازار احلى من البازار بتاعنا فين عشان يقعدوا يحفروا فيه. يا غبي يا غبي، انا كده اتخرب بيتي، هعمل ايه؟ هرجع الفلوس بتاعت المحل وبتاعت البضاعه ازاي؟ اتخرب بيتي. اتخرب، ابعد عني، ابعد، سافر يا رمزي، اطلع على سويسرا، اهرب من سويسرا يا عم، مش معنى انت. يلا يلا اطلع برا، اتكل على الله، اطلع برا، مش عايز اعرفك، مش عايز اعرفك. انا فعلا ندمان على المدرسه اللي انت كنت معاها فيها، اتخرب بيتي. ضيعت نفسك بنصحتك يا ابو العريف. بص يا سناء، مش ناقصاكي والنبي، ما حدش يقطمني، انا مش ناقص تقطيم يا جماعه. طب بص يا بيبي، ايه رايك ترجع لهم فلوسهم وتاخد البازار والبضاعه؟ ايوه الحكايه مش بالسهوله دي يا اخوانا. وبعدين هقول لهم ايه؟ هقول لهم امي خفت يعني. ايه ده؟ هو انت قلت لهم امك عيانه عشان تبيع؟ خص عليك، انت مش ابني، انت ابن الشوارع. يا ماما المساله مش كده يعني، انا بس كنت بقول لهم كده يعني، كده وكده يعني. ابي عادل على فكره بقى انت غلطت. يا سلام على المعلومه، انت غلطت، ما انا عارف ان انا اتزفت وغلطت. طب بص يا عادل، انت تشتري بازار في مكان تاني.
يا رانيا يا حبيبتي المسألة مش بالسهولة دي. البازار بتاعي أصلا الله يرحمه يعني ده كان في شارع مميز جدا مليان حركة. ابتدي من الصفر يا عادل. قصدك ابتدي من تحت الصفر يا ماما. بص يا عادل، انت تروح للمعلمين دول وتكلمهم بمنتهى الصراحة، يمكن تصعب عليهم فيرجعوا لك اللي هم خدوه. ماشي يا ماما، انا ممكن اتكلم معاهم بس ما ينفعش اتكلم معاهم بصراحة، يعني لان صراحة لو اتكلمت معاهم بصراحة ممكن يشنقوني. سامحوني يا معلمين، انا يعني صراحة كنت انسان اناني ووضيع. والحاجة جديدة زي ايه حضرتك؟ زربان يعني واطي خسيس دني لوكال. حاضر حضرتك، انا انسان واطي وخسيس ودني ولوكال وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. من الاخر عايز ايه بقى؟ كنت عايز ارجع يعني المحل اللي هو كان بتاعي ده، وكنت ارجع البضاعه اللي حضرتك خدتها. يعني المحل خلاص باح، جبنا القصب وناقص المكنه، نعصر ونبيع. طب يعني انتوا هتعصروا وتبيعوا، يعني انا هعمل ايه حضراتكم؟ يعني ده حتى الفلوس اللي انا خدتها منكم رحت حطيتها عربون عند راجل نصاب، خد الفلوس دي وكان بيبيع كروت بتاعت شحن وخد الفلوس كلها وطلع على بره حضرتك. طب لو كنا رجعنا لك المحل والبضاعه كنت هتسد منين؟ يعني كنت ممكن اقسطهم لكم. اطلع بره يا هلا، اطلع. حاضر يا معلم. حاضر. طب يا معلم، والناس اللي مربوطين في رقبتي دول اللي انا بصرف عليهم حضرتك، ده انا عندي ست ستات غير الجزمه اللي بصرف عليها حضرتك، جيب لهم فلوس منين حضرتك؟ صعبت عليا يا علي. ربنا يخليك يا معلم، ربنا يخليك والله يا معلم، هقعد ادعي لكم كلكم. خلاص خلاص، هشغلك معايا في المحل. هتشغلني يا معلم؟ تقشر القصب وتعصر. اقشر واعصر؟ حاضر يا معلم، اشره لكم واعصره يلا. انت كده بقيت الموزع الوحيد لستاير حمام مستورة في منطقة الهرم. يعني ان شاء الله يا معلم مستورة اكون عند حسن ظنك، وباذن الله البضاعة دي قبل ما الشهر ده يعدي تكون البضاعة كلها اتباعت باذن الله. واحنا كمان مش هنسيبك، انا من وقت للتاني كده هعد اشقر عليك عشان نتابع شغل عندك اول باول. خلاص متفقين، بس زي ما اتفقنا البضاعة دي لما تتباع هديك فلوسها ان شاء الله. اوكي سلام. مع الف سلام. مع الف سلام. انت يا زفت ايه اللي اخرك؟ الراجل جه ومشي من غير ما يشرب الحاجه الساعه، ايه اللي اخرك؟ ايه دوله، مش انت قلت لي ما تعديش الطريق يا دي رمزي الا بعد ما العربيه تعدي الاول؟ طيب ايه اللي اخرك؟ ده كشت في وشنا 4 ساعات يا دوله الطريق فاضي ومفيش عربيه واحده راضيه تعدي. خرب بيتك. الراحه اللي انت فيها دي يا بيبي، وانت النهارده ايه مش نازل بازار ولا ايه؟ لا بازار ايه، ما خلاص بقى زمن الطور اللي بيلف في الساقيه ده انتهى، انا ابن النهارده. يا خبر اسود، ابن النهارده؟ خلاص الفلوس جريت في ايديك تتنكر لامك، دي اخر تربيتي فيك. لا يا ماما مش ابن النهارده، يعني انا مش ابنك. لا لا لا، يعني انا قصدي يعني ان خلاص من النهارده والحمد لله بقيت حصريا المحتكر لستاير الحمامات في القاهرة بالكامل. ستاير الايه؟ مش فاهم. لا بس مش اي ستاير حمامات، لا ستاير الحمامات اللي انا اقصدها يعني اللي هي ذات الرسومات والنقوشات الفرعونية. انا بعون الله هخلي كل الناس تطرطش جوه، محدش هيطرطش بره. بس انت مش ملاحظ يا بيبي ان انت مستعجل شوية في قراراتك في المشروع ده؟ لا لا انت مش فهماني، انا البازار هيشتغل زي ما هو، يعني هبيع بردي وتماثيل وكل حاجه زي ما هي، بس بالاضافه لده الستاير. يعني مثلا اللي هيجي مثلا يشتري من عندي تمثال نفرتيتي هياخد معاه ستاره حمام تمثال نفرتيتي، اللي هيجي يشتري تمثال ابو الهول
هياخد ستارة حمام تمثال ابو الهول. لا للاسف الستارة دي لسه ما جاتش، دي في الطلبية اللي جاية ان شاء الله، بس بعون الله بجد انا هلم السوق كله في ايدي، السوق كله هيبقى بتاع عادل سعيد، وساعتها بس مش هبقى محتاج اي حاجة. انا حاسس ان انا النهاردة حتى لو رحت على البازار هلاقي البضاعة كلها اتشطبت. السلام عليكم. قوم يلا يا ريس، استاذ على الكرسي بتاعي ولا ايه؟ اتفضل يا دوله. ايه يا عم اللي اخرك كده يا دوله؟ ده انا من الصبح عمال احاول اكلمك ومانيش عارف. يا ابني كل رجال الاعمال والشخصيات المهمه ما بيروحوش الشغل الصبح كده، هو مع الصبيان يعني. ايه ده؟ اهو زي ما انت شايف يا دوله مفيش بضاعه من الصبح، احنا قاعدين بنش يا عم. ايه ده؟ مفيش بضاعه؟ ياه الحمد لله اخيرا المشروع بتاعي نجح كده، الواحد بقى يقدر يمشي بقى في الشارع رافع راسه قدام اصحاب البازارات التانية. ياه كان نفسي من زمان يلا ان انا ابقى ماشي رافع راسي، وان يبقى عندي كمان بقى ايه شاليه في الساحل اللي هو بتاع شبرا ده. الله يبارك فيك يا دولة، والله انت والله ابن حلال. ابقى عزمني بقى في الشاليه بتاعك ده. هو دولة قال يعني ايه شاليه؟ مش عارف يعني ايه، يعني مثلا لو في شوية بضاعة هنا وحد جه شالها فانا باجي اقول لك ايه هو شاليه، فانت تقول لي مثلا شال تماثيل شال ورق برد كده يعني. ايوه دولة صح. اكلم بقى المعلم مسطورة دلوقتي اقول له بقى يبعت لي ستاير جديدة غير اللي اتباعت دي. بس برافو عليك. ايه رأيك؟ والغريب بقى ان البضاعة كلها اتباعت مع الستاير في وقت واحد، يعني بجد. ايه ده؟ وفي التليفون. ايه ده؟ في ايه؟ ولا رمزي؟ ايه دولة؟ انت كنت بتعمل ايه من الصبح يالا؟ كنت قاعد بحاول اكلمك يا عم ومانيش عارف. وما كلمتنيش ليه؟ عشان مفيش تليفون. مفيش تليفون؟ رمزي؟ ايه؟ البازار اتسرق يالا رمزي. اتسرق؟ ايوه اتسرق. يا ترى مين اللي سرق؟ ايه ده؟ ده اللي سرق البازار سايب الكارت بتاعه. بضاعتك عندي، شوف البجاحة بتاعته. عارف يالا رمزي؟ اللي سرق البازار ده اكيد مراقبنا وعارفنا كويس جدا، وعارف انا امتى بمشي والغبي بيبقى امتى موجود، ويقدر يخش ساعتها على البازار يسرق الحاجه. صح؟ صح يا دوله. مش بعيد ابدا ان يكون بيعد علينا دلوقتي انفاسنا. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ 3 4 بعد انفاس يا دوله. بص مش وقت غباوتك خالص، انا مش ناقص. ايوه دوله. طب ما هم ما هو انا دوله نظفوا البازار من البضاعه دوله، ده مش بعيد يا عم ياخدوا البضاعه دي ويفتحوا بازار جديد ويسموه بازار رمزي. انت قلت ايه؟ عيد الكلام اللي انت قلته ده. عيد الكلام اللي انت قلته ده يالا، عيده تاني. ممكن يفتحوا بازار جديد بالبضاعة دي. ايوه ويسموه بازار رمزي. انت كنت بتعمل ايه من الصبح يالا؟ والله يا دولة دي زلت لساني يا عم وربنا يا دولة. انا ما اقصدش يا دولة. طب ما انا قبل كده قلت لك يعني ما نظف البازار من البضاعة. انا عمري نظفت البازار؟ اهو يا دولة شفت بقى ان انا مش انا دولة. والله عيب عليك يا دولة، ده انا ابن عمك يا دولة وافديك برقبة. تشك فيا يا دولة. لا خلاص خلاص يا رمز، خلاص خلاص خلاص، معلش انا اسف ان انا يعني اتكلمت معاك يعني كده وشكيت فيك. معلش يا رمز، بس شكيت بسرعه قوي يا دولة. يا رمز خلاص بقى، خلاص بقى، مش زعلتش بقى؟ مش زعلان خلاص بقى، قلت لك ما تزعلش، انا مش ناقصك. امال ايه بس؟ ايه بس؟ وكمان بقى دولة يعني انا بكلفتك للنهار يعني، والبضاعة ام 5 بقولك عليها ب10 وبقوم ضارب 2 جنيه في جيبي، وعمرك ما حسبتني ولا شكيت فيا. والدولار يا دولة بيبقى ب4 جنيه وبقولك ان هو ارخص، يعني تيجي ده دلوقتي تجرحني كده وتشك فيا؟ ما انا قلت لك خلاص بقى، انت تعمل لي فيها مصطفى قمر. ما خلاص يا عم. زعلت. ولا مش ناقص غباوتك خالص. اسكت بقى اسكت. حاضر يا دولة. امال مين بس؟ مين مين دي بقى يا دولة اللي يقولها البوليس؟ بوليس ايه؟ ولد بوليس انت استهبل؟ انت استهبل؟ انت عايز تفضحني في وسط اصحاب البازارات؟ لو عرفوا ان انا على الحديدة هيبقى سمعتي ايه قدامهم؟ بلاش البوليس خالص، انا اللي هدور بنفسي، انا اللي هدور بنفسي. وبعدين لعلمك انا عندي معلومات جامدة جدا تساعدني ان انا اقدر ادور على الحرامي بنفسي. لا يا راجل. طب ايه المعلومات دي يا دولة؟ معلومات دي بسيطة جدا، المهم دلوقتي ان احنا لازم نبقى مركزين كويس قوي، لان اكيد الحرامي مفيش جريمة بيعملها كاملة. يا نهار اسود، يعني لسه الحرامي هنا؟ لسه الحرامي هنا؟ خد تعالى، مش ناقصة غباوتك. لا يا لا، بص اللي انا قصده ان اكيد في دليل هيكون الحرامي سابه في مسرح الجريمة. بقى يا دولة ده معقول يعني؟ بيتك اتخرب والبازار اتسرق وليك نفس تروح مسرح؟ ولا مش ناقص غباوة،
مش ناقصه غباوه خالص. ايوه ماما بس ها المثل بيقول ايه؟ اربط الحمار مطرح ما يقول صاحبه. خلاص انا بقول هتطربت هنا على ما يجي. انت لسه واقف؟ فك الحمار خلاص فك الحمار. يا دولا اتاخرت ليه يا دولا بقى؟ اتاخرت يا ابني بخلص بنجز يا ابني. عايزين ننجز لان انا لازم احل القضيه دي النهارده ما عنديش وقت. جبت العده وجبت الهدوم اللي هنتنكر بيها وجبت كل حاجه. الله عليك يا دولا قضيه كبيره. الله امال ايه يا ابني؟ قضيه كبيره ولازم احلها يا ابني لان انا بص يا رمزي هضطر اسفا ان انا استعين بيك معايا عشان نحل القضيه دي. طب ما تستعين بظابط احسن يا دولا. استعين بظابط ايه يا ابني؟ الفرق اللي بيني وبين الضابط 4 سنين. قالهم دول هم تدول الاربع سنين بتوع كلية شرطة. بس انا بقى ايه ممارسة يا معلم. انا ياما اتسرقت. بس انت عمرك ما عرفت مين اللي سرقك يا دولة. اهي المقاوحة بتاعتك دي هي اللي هتخليني اشك فيك تاني. انا اسف يا دولة. خلاص مش هتكلم. هنعمل ايه بقى؟ انا سخنت دلوقتي يا سيدي. ادي العدة وادي العدسة. بص بقى يا معلم ده الدقيق. عايزك تمسك الدقيق ده يلا وترشه على الارضيه بتاعه البازار. ها عشان لما الحرامي يمشي ويدوس على الدقيق نعرف مقاس رجله. يلا. يا دولا صح. بس ايه اللي هيجيب الحرامي تاني يا عم؟ ما خلاص شطب البازار. انت هتقوح معايا؟ هتقوح معايا؟ هضطر استعين بحمار تاني غيرك خالص. الحرامي لازم هيجي يلا. لان انا قريت مره معلومه يعني كانت في سوبر ميكي بتقول ان النص يعود دائما لموقع الجريمه عشان يطمن يعني. الله عليك يا فاهم يا فاهم. يلا اتكل على الله. من هنا بقى عشان اللص ده اهو. ايوه دوله اهو كده. يا ده انت ما عرفتش انت ان انت حويت كده اهو. انا دوله ده هيقع في شر اعماله. هيقع في شر اعماله. استنى يلا استنى. بس لقيت الحرامي. فين يا دوله؟ اهو ادي اهو رجل وادي رجل وادي رجل وادي رجل وادي جزمه وادي جزمه. ولا رمزي يا دولة انت بتلبس جزمه مقاس كام يالا؟ 40 يا دولة. 40 يا فلتت مني. الحرامي بيلبس 41. فرق نمرتين بس عنك. بس مش اشكال. معلومه وعرفناها الحمد لله. معلومة وعرفناها. اللص يرتدي حذاء مقاس 43. الله انت مش قلت 42 يا عم؟ ولا ما تقوحنيش كل شوية. لا ما تقوحنيش. اسمع الكلام وانت ساكت. ماشي انا اسف. شيل الحاجة دي شيل الحاجة دي. هنخش على الخط بقى على طول. ماشي يا دول. ايه ده يا دول احنا هنعمل ايه؟ نعمل الخطة يلا. امال انت فاكر ايه؟ الخطة. وركز معايا في الخطة دي عشان لو الخطة دي باظت هضطر اعمل خطة تانية. ايوه دولا طب ما تعمل الخطة التانية على طول. تصدق أول مرة تقول حاجة صح يالا؟ والله صح 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 يالا. برافو عليك برافو عليك. أنا بتعلم منك برضه. سيبك من الخطة دي خالص. الخطة رقم 2. افهم بقى يا اخي يا اخي افهم بقى. حرام عليك ده انا متكلف ورق لغاية دلوقتي اكتر من اللي اتسرق مني في البازار. حرام عليك. معلش بقى. ايه بس وهباب ايه يعني؟ انا لو بفهم في حمار كان فهم من بدري. ماشي نعمل خطة جديدة. ماشي الخطة 153. افهم ركز معايا بقى. حاضر بقى يا دولا. انا اسف بقى. ولا ما تقولش يا دولا ما تقولش يا دولا يا غبي. احنا متنكرين المفروض ما حدش يعرفنا. ارجع للاسم الحركي اللي انا قلته لك. نسيته يا دولا بقى. يلا الاسم الحركي اللي انا قلته لك في الخطه 112 يلا. اللي هو انا راضي وانت مرضيش. ماشي؟ ماشي يعني يا راضي يا مرضيش يا را... لا مرضي. انا راضي انت ما قطع الخطه دي. بلاش دي. ركز معايا بقى رمزي. رمزي بجد انت بتعصبني يعني. انا لو كنت لوحدي من غير ما حد يساعدني كان زماني دلوقتي ايه قافش الحراميه هو وامه واهاليهم. ماشي
ماشي ماشي. الخطة 154. يعني احنا كده هو محدش يعني هيكتشفنا خالص ولا ايه؟ يلا استحالة يلا استحالة باللبس وبالتنكر ده مع الأسماء اللي احنا بنقول عليها استحالة حد يعرفنا يلا يا راضي. ولا يا رمزي ازيك عامل ايه؟ ايه يا عم كده لا سلام ولا كلام؟ شفت يا غبي اديك اتفقست التنكر بتاعك اهبل اصلا. ازيك يا استاذ عادل عامل ايه؟ عرفك عرفك. ايوه ما عرفنا عشان انت قاعد جنبي يا غبي. اهلا يا سيدي. معلش يا فتلة اصل احنا كنا مشغولين اليومين دولت يعني انا وراضي. انت هتقول لي ما انا قاعد ومراقب وشايف بس والله يا استاذ عادل ليك وحشه على فكره مشاربكم النهارده عندي. حلو افتح يلا افتح المحضر يلا. قالك ايه مشاربكم عندي انا عايز يصرف من الفلوس بتاعتي اللي سرقها من البازار. ركز يلا ركز. قفش خلاص مش لازم الجدول مش لازم الجدول. يعني يا فتلة انت طول الوقت الفترة اللي فاتت قاعد عندنا في البازار مش كده؟ ده ايام ما كنت فاضي قبل ما البجلية تفرك في ايديا واسيبني من قعدة العواطلية دي. قعدة العواطلية ايه دي؟ وقبل كده كنت بتعمل ايه امال؟ كنت لا مؤاخذة في اللفظ مقطوع قاعد مع الواد الفقري ده ليل نهار لا شغلة ولا مشغلة. كنت افتح البازار الصبح معاه واقفله معاه. يفتحوا معاه ويقفلوا معاه. يعني افهم من كلامك ده يا فتلة ان انت كنت بتراقبه زي دلو. زي دلو زي زله زي زله زله. لغاية ما في يوم قررت تضرب ضربتك يا معلم. بالظبط كده. وقلت لنفسي يا ولا يا فتلة سيبك من الواد رمز الخيخة ده وقلد الأستاذ عادل. اكتب قلد الأستاذ. ايه اللي انت شربته؟ الواد رمز الخيخة ده. بص بص رجعها تاني رجعها تاني ماشي؟ وبعدين قلت تراقبني انا بقى يا فتلة ودرستك انت كمان. ظني طلع في محنه يا معلم. في محنه. ودرستني وقلت ابدأ من مكان ما انت وقفت بس وضربت ضربتك ودخلت على البازار وخلصت العملية. بازار ايه وعملية ايه؟ ايه الافكار الخايبة دي؟ دي كانت فكرة الواد رمزي هو اللي كان عايز يفتح بازار باسمه. والله يا دولة مش قصدي يا دولة دي كانت فكرة تايشة دولة وربنا انا اسف. ماشي بعدين بعدين ماشي اصبر. يعني ده كل الاقوال اللي عندك؟ قلت بقى لنفسي يا ولا فتلة اشتغل في السياحة واكسب بالدولار ما هو بقى باربعة جنيه دلوقتي. الدولار باربعة جنيه؟ شفت بقى شفت علشان انت كنت بتكدبني يا عم وبتخليني في نظرك كداب وبخنصر. بتخنصر اصبر ده انا هفرجك اشرب الاربعة جنيه دي. حطيت كل رأس مالي في مشروع استثماري سياحي تكنولوجي بيع موبايلات واكسسوارات فتلة فون. فتلة فون؟ يعني ايه موبايلات ما بتشتغلش في بازارات ولا تماثيل ولا حاجة؟ ولا ليا اي علاقة بيهم. كده يبقى انت بره الليستة يا سيدي. ليستة؟ ليستة ايه؟ ليستة كده هو مش هتفهمها وريني صوابعك. اتفضل. والتاني؟ اتفضل. والتاني؟ ماشي. كله 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 بقى. ماشي. هات هات هات. يلا اتكل على الله اتكل على الله. ايه الورقة دي؟ ايه الوساخة كده؟ المحضر يا دولة. لا ارمي 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 كده الخطة دي باظت والواد ده طلع بره الشك خالص وما لهاش لازمة بقى. الخطة دي شكرا. ملهاش لازمة. نخش على الخطة الجديدة. الخطة 155. قشطة يا دولة يا كبير قشطة يا دولة. مش وقتك خالص يا معلم مسطورة لسه ما بعتش حاجة. وعندك اتنين قهوة زيادة فنجان مع واحد عناب. ولا رمزي يا دولة الواد حتة صابي القهوة يالا انا شاكك فيه شكله سهن كده وهادي ويعني ما يصيرش اي شكوك حواليه وده اصعب انواع من المجرمين. افتح لي صفحة جديدة. حتة تعالى حتة عايزك لو سمحت. صباح الفل يا استاذ عادل امورنا غالي. اقعد يا حت اقعد. او النبي يا باشا الله يكرمك ده انا جسمي تعبان وهمدان من صباحيه ربنا والله. جسمه تعبان وهمدان من صباحيه ربنا اكيد يا معلم. تعذيب الضمير بيأنبك وعذاب النفس بيموتك. ايوه هي النفس يا باشا نفس النهارده مقطوع طول النهار. قول لي يا حتة لو ده هو اسمك الحقيقي. الله عليك يا دولة. ولا راضي يلا راضي. الله عليك يا راضي. قول لي ضميرك بيأنبك من ايه؟ عملت ايه؟ غلطت في ايه؟ قول. ما اقدرش اقول يا باشا لو قلت محدش هيسيبني في حالي وهيموتوني. انطق يا حتة انطق قول.
جبت رغيف حواوشي. انت ما تستهبلش. دوب دوب يا باشا. سيبني عليه بقى يا دوله، سيبني عليه. اهدى 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 يا رمزي. حته من اين لك ذلك؟ ذلك يعني يا باشا؟ مش فاهم يعني. يعني جبت الفلوس منين يا ما تستعبطش؟ ايوه ايوه ايوه، شكرا على الترجمه، شكرا. ها رد. الفلوس يعني؟ لا مؤاخذه باشا، بقى النهارده انا ايه، مسحت كل محلات الشارع. حلو، مسحت كل محلات الشارع من البضاعه اللي فيها وبعتها وحطيت الفلوس بتاعتها في كرشك. بضاعه ايه يا عمونا؟ الماسوره العمومي ضربت اللي في الشارع، فكل المحلات بقى صدوري النهارده ان انا مسح لهم المحلات. سبوبه وجات لي يا استاذ عادل، حاول. لا يعني سبوبه وجات لك تمسح محلات الشارع كله؟ على مين؟ على مين؟ خط ده خطك يا ده حته. انا ما بعرفش اكتب يا باشا. تعرفش تكتب؟ تعرف تقرا؟ طبعا. يبقى بتعرف تكتب. اتقفش اتقفش. اه ولا نعم. اطلع يا ده رمزي، لم لي كل البطايق الناس اللي في القهوه هنا، واقفل الباب بتاع القهوه. ماشي يا دوله. لم البطايق كلها. بص خد بطاقه انا اول واحد اهو. ماشي يا كبير. ماشي. هتتقفش يعني؟ هتتقفش. بس محدش يخرج من هنا. البطايق كانت اهو يا انا بطايق. مالك زي ما يكون مخبي حاجه كده؟ مخبي ايه؟ وانا عندي ايه اخبيه؟ انا ما عنديش اي حاجه اخبيها لعلمك يعني. بص يا عادل، انت عارف كويس قوي ان انا بحكم خبرتي الواسعه في السايكولوجي والاستروبولوجي اقدر اعرف كويس قوي اللي قدامي ده بنظره واحده بيفكر في ايه. يا سلام، طب انا بفكر في ايه؟ هو انت طبعا متوتر شويه، بس الاكيد المؤكد اللي انا واثقه فيه ان انت بالتاكيد واكل ملوخيه النهارده. يا سلام، طب ما انت اللي طابخه النهارده الملوخيه. بص يا عادل بقى، بصراحه بقى كده يعني، انا انت ايه يا هانم؟ انا متضايقه جدا من قرار بتاع مشروع الستاير اللي انت خدته ده. اه وبعدين؟ مش بس كده، انا متضايقه انك خدت القرار المصيري ده من غير ما تاخد رايي فيه ولا تقولي اي حاجه، وقررت من دماغي كده ان انا اوقفه وباي ثمن. يا سلام، توقفي ده وباي ثمن؟ رحت انت طبعا يا هانم، طلعت على البازار وسرقت البضاعه اللي فيه عشان تثبتي بس وجهه نظرك الدنيئه يا رانيا. يا ابني اللي انت بتقوله ده، ايه الخطرافه دي؟ لا طبعا مش مظبوط، عشان انت عارف كويس قوي ان انا لما اعوز حد انه يعمل حاجه، مجرد ان انا غمض عيني قوي قوي كده، غمضت عيني قوي وفكرت ان هو لازم يعمل الحاجه الفنيه وامشيها على عجين مش يلخبطه، ده فعلا اللي بيحصل. حتى شوف اها عادل. نهار اسود، ايه ده؟ انا خفيت جوزي؟ ايوه. اهلا معلم مسطوره، ازيك؟ ايه انت فين يا باشمهندس؟ انا قلب عليك الدنيا من الصبح. معلش انا معلم مسطوره، انا صراحه لسه ما بعتش البضاعه، وبعدين احنا اتفقنا ما بيع هحاسبك يعني. وهتبيع ازاي اذا كان المحل مقفول والبضاعه مش موجوده فيه؟ ايه ده، انت عرفت؟ ما انا يا باشمهندس كاتب لك في الكارت، كاتبهولك. كاتب في كارت؟ انت اللي كاتب اللي هو البضاعة عندي؟ يا باش مهندس انا روحت اشقر عليك في المنطقة، لقيت الدنيا غرقانة مية والبضاعة هتبوظ، روحت واخد البضاعة عندي وكاتب لك في الكارت، وقلت انت اكيد راجل نور وهتفهم. نور؟ يا نهار ابيض، منك لله يا عم مسطورة. طب استر عليا. ولا 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 ولا، قوم يلا قوم يلا. ايه دول؟ ايه
يا دولا؟ صحتني يا عم، صحتني من حلم جميل يا دولا. ده انا كنت خلاص قربت منها. قربت من مين يا صينيه بطاطس باللحمه دولا؟ سيب لي بقى اكملها قبل ما تبقى. قوم يلا ولا قوم، احنا جايين ننام هنا ولا ايه؟ مش ده مكان اكل عيش؟ خش اتكل على الله، روح هات لي تمثال نفرتيتي من جوه. هو مفيش غير رمزي هنا بقى؟ لا بقى، نو 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 نو، مش عايز صوت عالي. يلا اتكل على الله ولا ولا، وبالراحه على التمثال عشان ما يتكسرش. لو سمحت، لو سمحت، كنت عايز اسالك على انت. لا 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 لا. يا انسه، يا استاذه، يا مدام. خد دول العوبة. انت بتوزعنا عشان كده. عشان كده ايه يا غبي؟ شوف لنا حل في المصيبه اللي حاصله دي. مصيبه؟ ماتت؟ ماتت ايه؟ هو انت يعني عايز مصيبه وخساير وخلاص؟ روح اتصرف اتصرف اتصرف. ماشي، ثانيه واحده يا دول، ثانيه واحده. ايه يا استاذه؟ يا استاذه، يعني انت جايه يغمى عليك ايه؟ وسع دول، وسع دول. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا دولا؟ ايه اللي انت بتهببه ده؟ ما تقلقش يا دولا، الجردل لسه مسحه قبلها بشهرين. الجردل اللي انت بتشرب منه هتفوق بيه الست دي؟ معقوله؟ دي ست رقيقه يا ابني، عايزه برفان كولونيا بس كده. ابو الرماميز معاه كل الحلول. اوعى يا دولا. ايه ده؟ اهو يا دولا. ايه ده يالا؟ ده برفان الليل واخره يا دولا. ده برفان اخر ليله، ليل واخره ايه يا ابني؟ لا لا لا، اشيل الفران ده من هنا يالا، وبسرعه بسرعه. يلا اتصرف اتصرف، روح على الدكتور، روح على الدكتور. ماشي، هوا يا دول هوا. بقول لك يا دولا، دكتور من اللي هو بيكشف على العيانين ده؟ لا، بيصلع عربيات، ده وقت غباوه. يلا بسرعه، يلا خلي بالك من الجردل. يلا يا جردل. يا انسه، يا استاذه، يا استاذه. طب ايه، اجيب ميه بسكر ولا اعمل ايه؟ يا هعمل ايه؟ انت بنت حصل لها ايه؟ والله ما اعرف حضرتك، ده هي دخلت كده ومره واحده راح اغمى عليها. ده انت شبهه بالظبط. شبه مين؟ احمد عز، ناس كتير قالوا لي يعني. افتح بقك كده. وحضرتك دكتور سنان؟ افتح بقك. حاضر اهو. ابتسم. كشر. اهو. لف. هو في ايه حضرتك؟ سبحان الله، انت اسمك ايه؟ اسم عادل. متاكد ان اسمك عادل؟ ايوه حضرتك، هما بيقبضوا على اسمهم عادل ولا ايه؟ اصل انت مش فاهم، انا بقى هفهمك. انا جاي اعمل معاك صفقه كويسه. تحت امرك، انا عندي في البازار تماثيل كويسه جدا. يا سيدي، مين اللي قالك بس ان انا عايز تماثيل؟ امال حضرتك عايز ايه؟ اثار يعني متهربه وكده؟ لا 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 لا، حضرتك ماليش انا في الاثار خالص. انا هدفع لك مبلغ كبير. حضرتك عايز الاثار دي من انه مقبره بالظبط؟ يا سيدي، انا لا عايز اثار ولا عايز مقبره، انا بنتي في المستشفى. لا 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 حضرتك، لا عايزنا ندفع يعني ثمن المصاريف بتاعت المستشفى؟ لا حضرتك، هي اللي اغمى عليها لوحديها، وحضرتك شفتها بنفسك يعني. يا سيدي اسمعني للاخر، انا بنتي لما اغمى عليها، اغمى عليها لما شافتك. اصل في شبه كبير قوي بينك وبين المرحوم خطيبها هاني. هاني لما مات حصل لها صدمه عصبيه، وأنا اتصلت بالدكتور بتاعها وبلغته، وقال لي المفروض نستغل الشبه اللي بينك وبينه. يعني أنت ممكن تعمل خطيبها وتكرهها في نفسك لحد مشكلتها ما تتحل. أيه بس حضرتك، دي يعني بيندرج تحت اسم الكذب، وأنا ما بحبش أكذب أبدا. يا سيدي، مين اللي قالك إن ده كذب؟ دي كذبة بيضة. كذبة بيضة، كذبة زرقاء، أنا ماليش دعوة. طب اتفضل. لا حضرتك، لا لا لا، اتفضل. ده برضو يعني بيعتبر كذب حضرتك، انت عارف يعني. لا كذب كذب، اتفضل. بص حضرتك، انا ممكن اوافق بس مش عشان الفلوس ولا حاجه يعني، لكن عشان انا اساسا راجل شاعر وحساس وعندي مشاعر، فمقدر كويس قوي يعني ايه واحده تتصدم. عارف حضرتك، انا اتصدمت بتاع 15 مره قبل كده، فاكتر من واحده اتصدمت فيها، بس كان لاسباب خارجه عن ارادتي. عشان كده اما بقول لحضرتك ان انا موافق فانا موافق يعني. حضرتك تحب نبتدي شغل من امتى؟ دول 15000 جنيه، ممكن نبتدي من امتى؟ نبتدي زي ما حضرتك تحب. امتى بالظبط؟ لا يمكن، لا 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 لا، لا يمكن استحمل ان انا اشوفك بتبص لواحده تانيه وبارادتي الحره. بص، انت عايزه بس عوامل مساعده يعني عشان تقتنع بالحكايه دي. بص يا ست، جبت لك ازازه البرفان اللي انت بتحبيها. طيب، جبت لك علبة المكياج اللي كان نفسك فيها من زمان، وانا كنت بقول لك معيش فلوس وبتاع اهي.
كده. بلاش دي، ايه رأيك في ده؟ 5000. بص يا عادل، هو طبعا طبعا يعني انسانيا هو لو هدف نبيل اوكي زي ما انت عايز يعني عادي. كل السنين دي كنت مسافر؟ كنت مسافر، وبلاد تشيلني بقى وبلاد تحطني بقى، وفين الاكل والنار؟ الذبايح الذبايح. مين دول؟ دول شغالين ان هو بيخدموني يعني، لان انا صراحه جربت الرجاله، بس الرجاله بقى ما كانوش مظبوطين يعني، كانوا بياكلوا المخدرات ويحطوا لي بدلها بودره اطفال وسبيداج. في حاجه ولا ايه؟ ايه بيت الرعب اللي انت ساكن فيه ده؟ لو مش عاجبك يلا روحي، قومي روحي. لا يا حبيبي، انا طول ما انا معاك مش هخاف من حاجه ابدا. طيب يلا بقى ناكل بقى. ايه ده؟ بايدك يا حبيبي؟ بايدي. ايه في ايه؟ كلي. حاضر هاكل. قول يلا. انت بتعمل ايه؟ ايه اللي بعمل ايه؟ بحط السلطه على المهلبيه. انا كده احط السلطه على المهلبيه وبعدين كمان باكل البطيخ جوه البتنجان. بنعمل محشي بتنجان بالبطيخ، في حاجه ولا ايه؟ ده يبقى كوكتيل جن. هي بتقول لك ايه؟ ما فيش حاجه، كلي كلي. طب ما تاكل انت. مش عايز اكل. ليه يا حبيبي ليه؟ انا راجل رزل، ايه عايز ايه؟ خلاص اللي تشوفه براحتك. لو سمحتوا شيلوا الاكل. ها شيلوا الاكل. ايوه انا هقوم بقى هعمل ايه؟ الخطه الف باظت والخطه ب باظت. باظت باظت، انا هموت. هاتوا الاكل اللي بيتاكل بعد الاكل. فين الترمس؟ هات الترمس. ايه؟ انا بحب اسبل، انا بحب اسبل في حوايا. في حاجة ولا ايه؟ مفيش حاجة، هو انا قلت حاجة. ها؟ أنا بس عايز أسألك، فين هاني حبيبي بتاع زمان؟ فين مامتك وباباك؟ مامتك؟ وفين فيلة المنصورية؟ ليه مش ساكن هناك؟ فيلة المنصورية؟ ولا كان عندي فيلا في المنصورية؟ أنت نسيت يا هاني؟ أنا هفكرك. أنت بتخش كده بتلاقي الفيلا في وشك، وبعدين بتلاقي نافورة مية، نافورة، واليمين الباركينج، والشمال الجنينة والبيسين، ورا ملعب التنس. أنت نسيت؟ بعتهم. أنا بعت كل حاجة عشان خسرت الفيلا دي، خسرتها في القمار عشان راجل قمارتي، عشان راجل. وبعدين عارفة أبويا وأمي اتبريت منهم وحجرت عليهم. عايز حاجة ولا إيه؟ يا لهوي لهوي. إيه يا ماما أنت نسيتي ولا يعني؟ انت قصدك ان احنا هنبتدي من الصفر؟ لا ده احنا هنبتدي من تحت الصفر بقى، عارفه؟ هنبتدي من على البلاط. هبتدي بقى من على البلاط كده ونعيش على البلاط، والفتره اللي جايه دي هتبقى ايه؟ ايام سودا، مش علينا احنا بس، على كل اللي هيعرفوني. بجد؟ من البلاط؟ من البلاط. واو الله حبيبي، انا هفضل جنبك طول عمري ومش هتخلى عنك، انا بموت في البلاط. انهار اسود انهار اسود، ايه اللي بتحب البلاط دي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بص يا بيبي، اقصر الطرق للوصول الى الهدف المواجهه والضرب تحت الحذاء. حذاء ايه بس وشراب ايه؟ انت مش فاهمه، مش فاهمه يا رانيا. إذن لابد من وقفة حاسمة، بعد التفكير، بعد التروي، شوية اندفاع، شوية سادية، وتقول لها كده في وشها يا ست أنا متجوز وعندي بنت. أيوة بس على فكرة يعني ده كده ممكن تزعل جدا. يا سلام والله، أمال إحنا كنا بنعمل التمثيلات دي كلها ليه؟ ما ده لا تكون صدقت نفسك يا عادل يا سعيد. لا 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 لا، ما صدقتش نفسي ولا حاجة، بس يعني أعتقد إن دي مش هتبقى نهاية سعيدة. احسن ما اخليها لك فيلم رعب يا عادل. خلاص
نخليها دراما واطلع اقول له. ياسمين تعالي حبيبتي اقفي جنب بابي. بابي هالموزة. نرمين في حاجة مهمة جدا عايز اقولها لك. يعني قولي يا حبيبي. صراحة يعني أنا متجوز والست دي مراتي والبنت دي بنتي والست دي أمي. وده بابا وده جوزي وده ابني. هاني تجوزت واحدة غيري يا هاني. صراحة يعني اتجوزت غيرك لأن أنا أساساً راجل فلاتي. يعني إيه فلاتي يا بابا؟ أنا عارف حبيبي دي حريتك، بعدين الشرع ادالك الحق إنك تتجوز أربعة، وإذا كان على بنتك فأنا هعملها زي بنتي بالظبط. بحبك اعمل ايه؟ ربي بص صبري بدا يستنفذ كل اغراضه. خدي دي بقى، خدي دي. بصي عارفه الناس دي انا هاجرها خالص وما بصرفش عليهم خالص. برافو عليك، انت كده بتعلمهم ازاي يعتمدوا على نفسهم. انا كل حاجه اللي عايزاها في راجل لقيتها فيك. انا بحبك قوي قوي. بص انا هصرف على البيت. طب بقول لك ايه، ما دام هتصرف على البيت ما اتجوزها وتصرف عليه. فكرت كأمك. بلاش 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 يا خلاص بلاش بلاش. يا جدع يا جدع يا جدع. طيب ايه ده؟ ايه ده؟ دي خمره يا بنت، خمره. انا سكري وبتاع كوبايه. بتبيع كوبايات؟ الله، حتى احسن من شغل البازار العجيب بتاعك ده. انا اسوح كوبايات، بقول لك خمره، دي خمره. بقول لك ايه، انت حطيتي فيها ايه البتاع دي؟ انا خروبه حطه لك بايديا دول يا حبيبي. امال ليه حاسس انها ابتديت اسكر؟ يا نهار اسود. انا دي خمره يا بنت، انا سكري ودي خمره. عايز حاجه؟ تشرب خمره يا هاني. ايه ابتديت تكرهيني يا حبيبي؟ لازم الست تقف جنب حبيبها في كل المواقف، ويعني في الصح بقى في الغلط ما يفرقش. بص انا هقف جنبك واخدمك بعناية، مش هسيبك ابدا ابدا. تحب اجيب لك تايك؟ لا انت مش فاهماني، انا صايع يعني. انا بقى بتاع رقصات وبتاع موالد وبمشي قاعد اشرق جيوب الناس واخد محافظهم واخد فلوسهم. لا موالد، يعني عندك نزعات فنيه. انا كمان بحب الفولكلور. فولكلور ايه اللي انت عارفاه فولكلور؟ اللي انا بعمله بقى مش فولكلور ده. انا يعني خش يا مولد. ازيك نرمين؟ انا عايز اعترف لك بحاجه. اعترف لي. انا عيل طول عمري بحب البراءة. لا يعني انا عيل بحب البس اللبس بتاع العيال كده، يعني من الاخر انا متصابي. حبيبي انا عارفه ان تحت اللبس ده في راجل جد جدا جدا جدا. ايوه يعني بس عارفه انا بحب اقعد على الناصيه واقعد اعاكس البنات بتوع ثانوي كده هم معديين. ده عشان انت احساسك بالجمال حلو فانت بريء. طيب عارفة انا بلعب جيمز. ايه المشكلة؟ بتحب المنافسة الشريفة. يا نهار اسود. طب بصي من الاخر انا بقعد العب في مراخيل. انت الفراغ اللي عندك انا بقى عامله لك. طيب انا بحط جل في شعري. بس ده شعرك قصير قوي. هطول شعري جدا واحط فيه جل، ولعلمك بقى انا مثلي الاعلى سعد الصغير. عشان انت قلبك كبير. طيب انا ماشي انا ماشي انا ماشي. رايح فين بس يا هاني؟ رايح عندي تدريب رقص. ما انا ما اقدرش اعيش من غير رقص لان الرقص عارفه هقول لي. ها ها يا دولا بقى اسمعني بقى يا عم بقى. عايز ايه؟ اخلص اخلص. بص بقى في الفكره دي يا دولا، احنا من الاخر كده هون يعني نجيب اتنين رجاله يضربوا. انت عايزنا اتضرب وساكب من الصبح عشان تقول لي اتضرب؟ اضرب استهبل يالا يا دولا. لا ده كده وكده يا عم، وانا اعملها معاك يعني؟
يضربوني ازاي يعني؟ طيب ممكن تبقى فكره والله، هتلاقيهم فين العيال دي؟ ما تقلقش يا دوله، ده انا بالرماميز بص انا تكتكت وعملت كل حاجه وبعت توصي على اتنين ايه رجاله ياكلوا الزلط. حلو، يبقى بعد ما يخلصوا اكل زلط هاتهم لي على هنا على طول. ماشي ماشي يا دوله. بقول لك ايه بقى يا معلم، ايدك بقى على 100 جنيه علشان اوصي عليهم، ده رجاله يعني. هياخدوا 100 جنيه؟ اه ماشي، بس على شرط. اؤمر يا دوله. انا اللي اضربهم الاول. ماشي يا دوله، بس كده دول رجالتنا يعني. طيب اجري انا بقى الحق ابلغهم في البيت عشان يستعدوا اقول لهم على الخطه الجديده دي. اول مره تفكر صح. يلا اوعى اوعى. مع السلامه يا دوله. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلوا رجاله. احنا استنينا لما الاستاذ عادل خرج وقلنا لجيلك بقى احنا على طول. مية مية. وانت هتقفشنا كام بقى في المصلحه دي ان شاء الله؟ ان شاء الله كل واحد 5 جنيه. 5 جنيه؟ اه اسمة العدل، انا واخد 100 جنيه. اه اذا كان كده بقى ماشي. خلاص اتفقنا؟ ربنا معاك. ربنا معاك. هي شكلها جدا. اهلا اهلا، وحشتني. وانتي وحشتيني قوي صراحه يعني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كنت عايز اقول لك على حاجه يعني. انت كنت بتقولي ان انا عاجبك على اساس ان انا راجل وليا عضلات وكده، مش كده؟ اه عضلات، هي خست شويه بس لسه قويه. يعني حاسه ان انا قوي جدا واقدر اغلب اي حد او كده؟ طبعا يا حبيبي، انا عارفاك كويس جدا. عارفاني كويس جدا. ايه ده الجرس بيضرب؟ يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ يا ترى مين اللي جاي لنا؟ يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ الله يبارك عليك يا ده رمزي، جايب رجاله تاكل الزلط بالعربيه بتاعتها. هو انتوا اللي بتوصلوا الضريبه للمنازل؟ الشغل مستنيكوا جوه يا رجاله. ايه بيت المجانين ده؟ هشوف عايزين ايه دول. ايوه ايوه، خير تحت امركم. عربيه حضرتك زنقت على عربيتنا وعايزين نخرجها. طيب ما تخرجوهاش، وانا مالي عنكم ما خرجتوها. ها عايزين حاجه تاني يا عم؟ احنا ورانا تدريب حديد وتاخرنا. انتوا لسه بتتدربوا؟ ايه هتفضلوا تتدربوا لامتى في السن ده؟ وبتتدربوا امال هتلعبوا امتى؟ تلعبوا امتى؟ ايه ده ما انتوا بتلعبوا كمان؟ بتضرب انا هضرب الاول. لسه شفت نفسك بقى. ايه ما بتردش ليه؟ عادل عادل باين عليه متقمص بجد وفاكر نفسه مضروب بجد. يا عادل 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 حبيبي، البوليس مشغول مش بيرد عليا. شيلي يا ماما، شيلي معايا. شيلوني دخلوني يا ماما. جو. شيلي يا بنتي. شفتيه؟ شفتيني وانا بتضرب؟ شفتك. شفتك. كرهتيني؟ بالعكس، ده انا حبيتك جدا. شفت قد ايه انت شجاع، دخلت بينهم مع ان قدتك مرتين. الرجاله دول ضخمين جدا. حبيبي مصاريف العلاج كلها عليا. هاتيهم بقى، هاتوهم يكملوا عليا، هاتوهم يكملوا عليا ويموتوني ونخلص بقى. يا حبيبي ده انت عندك جروح فظيعه. بالراحه على نفسك، لا يطق لك عين. ظهري ظهري ظهري، عيني عيني. رجلي 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 اتكسرت ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه؟
رجلي. لا لا الا على رجلك. دي تعويره. عوروني عوروني. لا لا ده شعر في رجليك. لا تبقى عادي يعني. لا مش عادي، انا بعرف جدا جدا من الشعر. بتكرهي الشعر بتاع رجلين؟ آه. لعلمك بقى انا عندي شعر كمان في ايديا. وعندي شعر في صدري. واقول لك كمان عندي شعر دقني ده بيطول جامد جدا، بس انا بحلقه كل يوم الصبح. مش قادره اصدق. لا 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 مش قادره. وعندي شعر ده بقى بيبقى يعني. انت خلاص كرهتيني كده ولا ايه؟ انا كرهتك وكرهت حياتي كلها. كده اقدر اموت وانا مستريح. السلام عليكم. خدني من هنا، انا مش عايزه اقعد في البيت ده ولا ثانيه واحده. يلا. الحمد لله. دولا السلام عليكم. دولا انا الاثنين اللي انا كنت متفق معاهم علشان يجوا يضربوك ساو في النداله بقى وطلبوا 5 جنيه زياده، فانا بقى فركشت الموضوع. لا 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 لا. انت مين؟ انا والله العظيم ما كلمتها حضرتك. انا الاستاذ رمز الجمال مروض تماثيل. انت نسخه مخاطبها الاولاني. انا مسخه؟ انت نسخه، وانا اتفاقي هيكون معاك انت شخصيا. لا خلاص طلبيه كلها بعتها لك. ماشي مع السلامه. بقول لك ايه يا دولا؟ هو مين اللي خرم الاوزون؟ يا ابني دي اشاعات يا ابني، الاوزون ما اتخرمش ولا حاجه. اسمع بقى اسمع بقى. انا اسف، اتفضل كمل يا جزمه. احنا بقى يا سيدي ككماليات حيه لينا طبعا اوزونين اللي احنا تقريبا بنسمع بيهم دولت. كوكب الارض. كوكو اسمه كوكو ده على اساس ان الارض على شكل بطه يعني ولا ايه؟ لا 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 مش هكمل، مش هعرف اكمل. انا اروح بقى ادي معلومياتي دي لحته وفي قتله. غور غور يلا ما تكملش في 60 داهيه. حاضر يا دوله هكمل لك. كوكو الارض ده بقى ليه اذن واحده بس بيسمع بيها، المعلمين سموها الاذون. المعلمين اللي هم زي العلماء يعني سموها الاذون. ده حاجه حلوه قوي. ابتديت تفهمني يا دوله، ابتديت تفهمني يا ابن عمي. الاوزون بقى دون اتخرم. الايزون اللي هو زي الودن بتاعت الكره الارضيه اتخرم. ده حد مثلا جه في الودن دي وقال توت، ولا مثلا الكره الارضيه بتستحمى دخل في ودانها مثلا شويه صابون وميه. بونجورنو سينيوري. بونجورنو سينيوريتا. اهلا اهلا دولا. هي ايه اللغه دي؟ ايطاليا بتاع كاوكاو. ايطاليا جاموسة. invece di uscire con gli amici preferisco passare in Egitto in lavoro o in vacanza. طبعا يعني بس حضرتك يعني احنا كسبانين في الحته 2 جنيه يعني ده اقل حاجه نقدر نكسبها، ما نقدرش نقلل عن كده يعني. La mia vita adesso è un po' diversa da allora. طبعا لكن حضرتك يعني مبلغ زي كده يعني لازم يكون جاهز من الاول، فاحنا هنديكي لازم يكون جمله، لازم يكون في سعر جمله يعني عشان نقدر نكسب يعني. طب بقول لك ايه يا دوله، ما تيجي نديلها من التماثيل المكسره. ايه مكسر دي لفوق ايه؟ انا من نابولي بحاره سباجيتي. طلعت من نابولي يلا حاره سباجيتي. بصي حضرتك بقى، حاره سباجيتي حاره موتزاريلا حضرتك، احنا عندنا الاسعار ما فيهاش نقاش، احنا بنخفض لك حاجه بسيطه بس عشان ايه الجيره اللي بيننا وبينكم في ايطاليا يعني. لا لا يا دولا احنا لازم بقى نكرمها شويه، يمكن نطلع بكيسين كشري. انا مش جايه اشتري، انا جايه ابيع تماثيل فرعوني. جايه تبيعي تماثيل فرعوني؟ حضرتك يعني انا عمري ما سمعت ان القدماء المصريين عملوا هجره غير شرعيه لايطاليا. ده عملوها من زمان بقى ولا ايه؟ حبيبي احنا هنبيعوا تماثيل مقلده زي دوله الصين عمل فيكم، فاحنا عاوزين ناخد شغل كله من الصين. تاخدوا الشغل من الصين؟ معلش انتوا كده بتصفوا خلافات بين الدول وبعضيها يعني، عايزين تنافسوا الصين دي حاجه بينكم وبين بعض. انا مالي، احنا هنديكم نصف اسعار الصين. لا 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 مش هينفع. بص حضرتك احنا خلاص ادينا كلمه يعني للحاج ملك الصين يعني، انا شخصيا اديتها له الكلمه دي، يعني احنا مش هنقدر نطلع قصيرين معاهم. كفايه هم اصلا قصيرين. كلمه اللي اديتها للحاج ملك الصين، طب اسمه ايه ملك الصين؟ جاكي شان. ليك قريت المعلومه في حته ولا حاجه؟ عموما انا ما اديتش كلمه لحد، وانا صاحب البازار، البازار ده بتاعي وانا اللي بتكلم هنا. بس المهم البضاعه هتوصل امتى؟
استبر شوية، البضاعة مشونة في ميناء القاهرة. يا دول اسمعني بقى، خد من رمز بقى كلمة بقى، التماثيل دي ايطالي يعني بتاعت مشاكل، مش بعيد تلاقيها بتلعب كرة جوه في المخزن يا دول. جيبوا لنا تماثيل بتاعت باولو روسي، ما بتقول لك تماثيل فرعوني يا اخي، انت بتتكلم ليه؟ مالكش ها ها نو نو نو. ماشي عزيزي، هنحتاجه الى سجل ضريبي حتى تتموا عملية الاستيراد والتصدير بالسلامة. بالسلامة ان شاء الله تتم بالسلامة، سجل تجاري وبطاقة ضريبية وكل اللي انتوا عايزينه، ما دام ما فيش فلوس هتدفع متفقين. قشطة قشطة. خلاص ماشي ماشي، هبعت لك كل البضاعة اللي انت عايزها، مع السلامة. ايه رأيك بقى معلم، جبتك هنا هو بقى عشان اعزمك بمناسبة الصفقة الجديدة بتاعتي. ربنا يخليك ليا يا رب يا دولة. هتجيب لي كوكتيل؟ ياد كوكتيل ليه ياد، انا بقيت راجل اعمال جامد جدا، مش اقل من غدا وايطاليان فود يا معلم. فول؟ ماشي يا دولة، بس بقى بالزيت الحار. ايه ده يا حضرات، معلش دي طلب الزيتنا يعني. سيبهم يا دولة، اهو نتفرج على حاجة واحنا بناكل يا دولة. انا استحالة اطلعها الا لما استرد كل اللي دفعته، دفع عمري. كوبايات حضرتك هتقع. ما تقع، خليك في حالك. هلا ولا ايه يالا دي، ايه يالا دي، لا 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 حضرتك خلي بالك يعني، وانت بتكلم رمزي وبعدين حضرتك دي ترابيزتنا، وقوموا بقى لو سمحتوا. انا مكسل، قوم انت. قوم انا ايه يعني حضرتك؟ لا يعني ايه مكسل دي، لا ترابيزتنا لو سمحتوا قوموا يعني. يعني ايه يالا ترابيزتك؟ انت اللي شاري العيش بتاع الكافيه؟ هتخش لي بقى في سكه ان ده كافيه الحكومه والكلام ده ولا ايه؟ طب يلا بقى من هنا بدل ما نرش ميه عليكم قدام الترابيزه. يلا يلا يلا. ولا يا غبي يا غبي، انت بترش عليا انا. اسمع يا فتحي، انا هكلمها لك، دي بنت عمتي وهي هتسمع كلامي. ايوه سوزي، خلصت النمره؟ يا سوزي انا زعلان منك، هو عشان جوزك ابن حلال وموافق على اللي انت بتعمليه تقومي تعملي فيه كده؟ يا ست هو مالكيش، ما تشغليش، شغلي رقاصة زي ما انت عاوزة. بس ده جوزك يا سوزي، يعني يرجع اخر الليل يلاقي عشاء. هتكلمها؟ لا 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 هتكلمها. ايوه يا سوزي هتكلمها، ده موبايل انا. هات. ايوه يا سوزي، ايوه يا سوزي. ايه يا ستي، ايه يا ستي، ده تليفوني حضرتك وهم عمالين بيتكلموا فيه من الصبح. طب وانا مالي اذا كنت انت كارت، انا اعمل ايه؟ لا 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 حضرتك عندك التليفون بتاع الكباريه، اكيد في دولي واكيد في مباشر وكل حاجه، امال بتمشوا شغلكوا ازاي؟ بلاش بقى الحركات دي. هتكلمها هتكلمها. ايه ده، انت بتقفل السكه في وش سوزي؟ لا لا يا دولا، ما يصحش يعني تتعامل مع الجنس النايم بالشكل ده. جنس ايه اللي نايم يا ابني؟ دي رقاصه زمانها صاحيه. مالها رقاصه؟ هي مش لحم ودم زينا؟ لحم ودم وسيليكون. سيليكون؟ انت قليل الادب. انا ولا الرقاصة؟ ده انتوا نهاركم اسود. دولا انا سامع صوت كشافات في عينيا. انت هتعمل لي فيها وطوات يعني؟ ايه بتشوف ودانك؟ اهلا يا سيد عادل، شرفت يا سيد رمزي. ايه ده، ايه ده، انا الصوت ده سمعته قبل كده، هو حضرتك بتاع سوزي؟ انتوا في المخابرات العامه المصريه، معاكم المقدم نبيل الحلفاوي والعقيد يوسف شعبان. اسلام. طب النقيب محمد وفيق فين امال؟ النقيب محمد وفيق في مهمه تانية، خلينا احنا في عملياتنا. انا عايز حد يشيل الغمامه دي من على عينيا. الغمامه على اساس انها هتمطر، شيلها له بعد اذنك اهو. انا ونبيل الحلفاوي مراقبينكم من فتره طويله قوي، للاسف انتوا متورطين في عمليه امن دوله كبيره قوي. امن دوله ايه حضرتك؟ لا يا فندم، انا بحب مصر جدا، واخر مره مصر كانت في كاس افريقيا كنت بشجعها جدا، وكنت بقعد اقول تي 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 مصر، ايه اللي حصل مننا يعني؟ مطلوب نكون صحيحين اكتر من كده. حضرتك خلاص يبقى البن عليكم. وانا عايز سندوتشات عشان انا لما باكل بسهر على طول. ولا ما تزودش الطلبات، يلا ممكن يجيبوا لك اللي انت عايزه بعد كده يخصموه من الضرايب. انا عارف ان انتوا مواطنين شرفاء صالحين فعلا، لكن اعداء الوطن ما سابوش لمحب الوطن حاجة. يا سلام، فعلا يا فندم على رأي المثل، ادي العيش لخبازه. وعلشان كده احنا جبناكم هنا بخصوص الجاسوسة اللي اسمها ماتيلدا باولو. تعرفوها؟
لا حضرتك ما نعرفهاش. لا ايه يا دولة؟ لا ايه يا عم؟ لا حضرتك احنا نعرفها. انت من اولها هتنكر اللي جات لنا البازار النهاردة بتاعت التماثيل؟ خرب بيتك. يا فندم سيادتك اعرفها سيادتك يعني يا فندم. بس انا يعني كنت متلخبط. كويس انك افتكرت قبل ما نحطك على جهاز كشف الفكر. يا فندم انا ما كنتش اعرف انها جاسوسه. طب وحيات علم مصر وحيات الاهرامات وحيات ابو تريكه يا راجل؟ والله ما كنت اعرف انها جاسوسه. انا بقى كنت اعرف لان هي فعلا كانت شكلها سوسه كده. اهو اعترف سيادتك يا فندم. امسكوه بقى اعدموه بالكرسي الكهربائي حضرتك غرقا بالرصاص. اعملوا فيه اي حاجه. ده حضرتك بيشتغل جاسوس لخمس دول. عموما احنا مفتحين ومسكين خيوطات اللعبة من الأول. أنتم مطلوبين في مهمة وطنية مع الجاسوسة ماتيلدا باولو. تحت أمرك يا فندم. لو سيادتك يعني عايزنا نعمل أي حاجة أنا تحت أمرك. ممكن أزرع لها مثلا ميكروفونات في الشنطة بتاعتها أو أكتبها شيكات بالحبر السري. التماثيل اللي قالت إنها هتوريها لكم محشوة قنابل ومتفجرات. يا نهار اسوح، كانت عايزة تفرقع في التماثيل عشان تخسرني كمواطن مصري ولا رمزي. يا دولة، ايطاليا اعلنت الحرب عليا. يالا مش ايطاليا بس يا عادل، ماتيلدا باولو معاها فوق ال 14 جنسية. 14 جنسية؟ دي بتتاجر فيهم دي ولا ايه؟ انا هفهمك. ايوه يا ابني، اديني رأي صبر منها. وانا كل ما اطلبه يطلع في الحمام. خلاص اديني اللي هو صلاح ذو الفقار. ياه، نفسي اشوف نيلي. نيلي ايه يا ابني وانت في مسبيرو؟ ما تهبط يا تهبط. مقدم نبيل شغل الجهاز. دي بقى صور ماتيلدا باولو بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وهي كانت سبب في تفكيكه. اكيد حضرتك يعني هي اللي يعني فتنت على الحزب الشيوعي بتاع يلسن مثلا. واللي معاها ده بقى ماركو فان باستن، ايام ما كان جاسوس قبل ما يلعب كوره. كونوا مع بعض خليه تجسس ماجوره وتعاملوا مع كل دول العالم. اكيد طبعا ضربوا اسعار يعني عشان ياخدوا المقاوله بتاعت الجاسوسيه دي بسعر رخيص. بقول لك يا دوله، هو الجاسوس بياخد كام في الشهر؟ لا بياخدها بالقطعه مش بالشهر. السنه اللي فاتت بقى حاول يتجند الحضري عشان ينقل لها اخبار النادي، لكن هو رفض وصد الهجمه. الله الله يا حضري، ارقص يا حضري، العب يا حضري، ارجع بقى يا حضري. دوله يبقى خليه بقى يجيب شقه بطيخ وهو راجع. ونبعتهم برضه يجيبوا لنا جبنه. على فكره يا فندم سيادتك حكايه المخابرات دي بتجوع قوي زي البحر بالظبط. انا بقى اسكت جاروها عشان تجرجروها. الله عليك يا نجم، هو ده الكلام. واحنا هنكون متابعينكم بس مش عاوز يبان عليكم حاجه. لا ما يكونش عندك فكر خالص، احنا من حيث التنكر فاحنا متنكرين اصلا. ده انا ساعات ما بعرفش نفسي. امن مصر وسلامتها بين ايديك يا سيد عادل. حضرتك طب يعني ان شاء الله ما العمليه دي تتم بسلام، يعني احنا هناخد ايه؟ طمنوا يا اولاد، مصر عمرها ما بتنسى اولادها. بقولك يا دولة اسمع بقى، انا جايب لك شغل تجسس انما ايه؟ لوز. شغل تجسس لوز؟ ده ايه التجسس اللوز ده؟ حتة وفات لي يا دولة، طلعوا بوليس. بوليس؟ هيفجروا في الشيشة ولا ايه؟ لا يا دولة، انا امبارح بالليل سمعتهم وهم مش واخدين بالهم ان انا سامعهم. سمعتهم وهم بيتكلموا عليا وقال ايه مش راضيين بالاسم اللي انا عملتها لهم بتاعت رغيف الحواوشي اللي انا سرقتها من عند بتاع عم عبده بتاع الحواوشي. ولا رمزي، المعلومات دي خطيرة قوي. يلا اوعى تقولها لأي حد، وخصوصا يوسف شعبان ونبيل الحلفاوي. احنا هنفضل صبيان مخابرات لحد امتى؟ احنا عايزين بقى ربنا يكرمنا ونفتح شركة مخابرات خاصة لينا احنا بقى، نكونها واحدة واحدة، وجهاز جهاز، وشركة شركة. يعني انا بفكر كويس قوي، لان في واحد اتفقت معاه هيجيب لي جهاز كشف الكذب بالتقسيط استعمال خفيف، يعني كذبتين ثلاثة كده. الله عليك يا دولة. طب وانا بقى هتشغلني ايه بقى معاك في ديان بقى؟ انا هشغلك مثل حي. لايه يا دولة؟ مثل حي يعني لو اي حد عايز يتجسس ولا حاجه اما افرجهم عليك ماشي هيخافوا يتجسسوا بعد كده. اهو ده المثل، ده اللي بيحصل للجواسيس اللي بيتقبض عليهم. ماشي يا دولة. واحنا نفضل صغيرين لامتى يالا؟ وانا هفضل شغال مع يوسف شعبان بشنبه ده. انت عارف يا دولة، انا شاكك ان هو حاطط كاميرا في شنبه مخبيها. بس جم يالا. جم مين؟ جم يالا مين؟ اعداء الوطن. تشاو سينيورا. تشاو سينيوريتا. اهلا اهلا.
أقدم لكم جوز أختي مارلون براندو. مارلون براندو؟ لقيتيه في أنه نادي فيديو ده؟ مارلون هو أكبر مندوب تسويق تمثيلي في العالم. طب ما يسوق لنا التمثال بتاع رمسيس الثاني، لأن صراحة يعني متمرمط معانا اللي هو التمثال ده، شوية في صلاح سالم، شوية لا في مدار رمسيس، شوية في مدار الرماية، يعني صراحة بيكلف يعني. ده غير بقى أكله وشربه وسجايره وكل ده من شهرية الدولة. وصراحة الدولة ما قصرتش يعني، بس يعني دي مصاريف كتيرة قوي يعني عليها، على أساس إيه تمثال وكيف ومش معقولة يعني. لا إحنا عندنا خطة متخططة تخطيط بخطوط مخطوطة عشان نشتري مصر كلها، قصدي نشتري تماثيل مصر كلها. اشتروا تماثيل مصر كلها؟ طب ما تسيبوا لنا تمثالين ثلاثة للواد رمزي يكسرهم يعني. انا بموت في التماثيل، بص انا عايز معبد لوحدي افتح فيه بازار. لا دي صفقات كبيرة مش هوانها دلوقتي، المهم دلوقتي عندنا ان احنا نخلص من الشغلانة المنيلة بستين نيلة دي عشان كله يرزق. كله يرزق؟ ماشي عم مارلون، مع ان فيلمك الاخير ما كانش عاجبني ادائك اللي هو السهل الممتنع ده. جوز أختي مارلون سوف يقوم بتسليمكم صفقة تمثيلي ومن ثم. إيه من ثم دي؟ لا 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 معلش، حضرتك تحترميني أحترمك، هتقولي من ثم ونغلط في بعض؟ لا معلش. لا 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 هي أصدق يعني أوامك أوامك يعني. أوامك أوامك، ماشي إذا كان على أوامك أوامك إحنا جاهزين. مارلون سوف يكون معكم خطوة بخطوة التي تليها. أوكي، هيبقى الخطوة التي تليها عادي جدا. حتى يقوم بتسويقها. ماشي احنا متفقين على كل حاجه، مش اتفقنا احنا؟ احنا اتفقنا خلاص. مش انتوا هدف، الهدف ان احنا المنطقه تكون عجه بالسكان، يعني كل شازيه توصل، قصدي كل قطعه من التماثيل توصل لكل فرد من مصر العزيزه. مصر العزيزه، واضح ان انت بتحب مصر قوي يا خواجه. انا بحبها كتير، انا شربت من نيلها. شربت من نيلها انت وشيرين في كوبايه واحده بقى، ليه ما شربتش من نيلها؟ المهم يعني هتسلمونا امتى وفين؟ غدا هنا في البازار. يلا يا مرلون. يلا حبيبتي يلا. يلا الاب الروحي. فهمت حاجه يا رمزي؟ لا. يعني يا يوسف بيه حضرتك بذلت واضح مجهود كبير قوي في التنكر، يعني ما عرفتش تعمل حاجه في شنبك ده؟ دولا افتش على شنبه، يمكن نلاقي الكاميرا ناخدها ونروح بيها القناطر نتصور. انا مش قلت لك تخفي شنبك شويه يا اخي؟ اهتم بشنبك زي ما بتهتم بشغلك. سيبك من شنب الوقت يا نبيل، المهم وصلتوا ليه؟ وصلنا حضرتك مصيبه سودة، يعني حضرتك تخيل جايبين التماثيل وعايزيننا ان احنا نوزع لهم التماثيل دي في اماكن مليانه سكان، بتاع عجب السكان يعني، او اماكن سياحيه. مش هيلحقوا يوصلوا للخطوه دي. طب بصوا يا رجاله، احنا ممكن نخليهم ياخدوا التماثيل ونروح وراهم نفجرها في بلادهم تحت بيتهم. لا احنا مش زيهم، احنا ما بنقابلش الشر بالشر. ايوه صح، لان دايما الخير بينتصر في النهايه على الشر، انا شفت كده في كل الافلام. طب حضرتك يعني تأمرونا بايه نعمل ايه؟ بصوا انكم تصدروهم المكان واسع، وده هيسهل عمليه اطلاق النار لو استدعى الامر. بس يبقى في القهوه بقى يا دولا، علشان حتى لو ضربونا بالنار نقوم نرش عليهم ميه مغليه في وشوشهم. يا غبي يا غبي، هتجيب ميه مغليه منين؟ ما انت ساعتها ممكن تكون واخد ضربه في رصاصه مثلا في صدرك ولا حاجه، هتقعد تسحف لسه للغلايه يا هبل. انا ما اقومش لحد يا دولا، انا الواحد الشاي اللي انا هطلبه يجي لي القهوه. اسكت وطي صوتك، انت بتشوش على الجهاز اللي معايا. اقبضوا عليه بقى يا فندم، يا فندم حضرتك اقبضوا عليه، ارحموا مصر، ارحموا الوطن العربي كله. حضرتك ده جاسوس، ده بيتجسس لحساب غبائه يا فندم. تقترح المكان ده فين يا مقدم نبيل؟ اعتقد يا عقيد يوسف شعبان ان احنا محتاجين مكان واسع وفي نفس الوقت ضيق علشان ما يقدروش يهربوا مننا. بس انا عرفت المكان ده، احنا نروح بيت دولة، والبيت دولة ده لا يعك بالسكان. يا ابني ده بيعك وبيزفلت بالسكان. اسكت انت. مش مهم يا عادل، مش مهم، كلنا فداء مصر. ايوه كلنا فداء مصر او فداء الشندويلي. بس حضرتك يعني البيت مليان ستات، امشيهم ازاي؟ اقول لهم ايه؟ هقولك، بعتهم يجيبوا ورقة بوسطة. بس يا فندم حضرتك ورقة البوسطة دي من زمان، من أيام فؤاد المهندس، الحكاية اتغيرت دلوقتي. أنا هتصرف، مع إن الحكاية دي هتكلفني فلوس كتيرة جدا، بس برضو كله فداء الشندويلي. خلاص اتفقنا. حضرتك العنوان أهو،
عشان تيجوا عليه على طول. ايه ده؟ واضح ان حضرتك مدرب على البلع يعني. مهم جدا انك ما تسيبش اي اثر وراك. عارف انت عارف يا دولا انا احسن منه على فكره، انا وانا كنت زمان كنت بمسح السبوره بلساني. ايه ده؟ ده انت فصيله نادره، احنا محتاجينه ناخده يبلع الورق المهم وبالمره الزباله. يالا يخرب بيتك، هتشتغل معزه في المخابرات يالا. بس خلي بالك بقى ما تقعدش تمقمق طول الليل وطول النهار، لان برضو سياده اللواء صلاح ذوالفقار بيحب يقيل ساعه الظهريه هو والنقيب اشرف زكي. بكره الساعه 5:05 هنبقى في العنوان عندكم ومتنكرين. الله الله على الدقة، بص الدقة بتاعتهم يلا 5:05. أكيد بقى بما إن أنتوا دقاق قوي كده فهتيجوا متنكرين في زي ساعة حيطة مثلاً. ستر داش. طيب فين بقى المسدسات؟ ليمونة عليها المسدسات اللي ما بتخلصش دي عشان نفرتك العصابة. ده مسدس 6 مللي. خلي بالك منه، ده عهدة. عيب، ده احنا نزودهولك يا اسطى. اطمن. مفهوش ذخيرة، ذخيرة شحة، التجار خافينها من السوق سعرها ولع، بس احنا مقدمين على طلب يمكن نحتاجها. دول احنا لازم بقى نجرب المسدسات دي علشان لو طلعت بايظة نعرف نرجعها. ترجعها ايه وانت شاريها من مكتبها يا ابني؟ وبعدين ما انت فكيتها من الكيس بتاعها محدش هيرضى يرجعها لك يا غبي. طب افرض بقى دلوقتي الرش بتاعها خلصان. رش ايه يا ابني؟ ده انت طالع تصطاد عصافير، ده انت طالع على عصابه وعصابه جامده جدا يلا. ماشي يا دوله، طب هنعمل ايه طيب؟ هبص مساله بسيطه خالص، هنعمل لك بروفه دلوقتي، انا دلوقتي كان انا البوليس وانت العصابه. انا العصابه لوحدي؟ يا سيدي انت رئيس العصابه والعصابه غايبه النهارده، اتصرف. هتعمل ايه؟ هخصم لهم ولو كرروها هبلغ عنها. ماشي ماشي، انا دلوقتي البوليس، هقول بوليس، هتجري، هقوم شنكلك، تقوم انت واقع على الارض والمسدس يبعد عنك، اقوم انا ايه طالع على نفسك واخد منك المسدس وقتلك على طول. اتفقنا؟ اتفقنا دولا. طب ما انت معاك مسدس يا دولا، اقتلني وخلاص بيه. يا ابني المسدس بتاعي في الكيس بتاعه عشان اما ارجعه يا غبي. ها جاهز؟ جاهز يا دولا. يلا يلا بوليس. العصابه غايبه، فوت علينا بكره. علينا بكره ايه؟ يلا اجري عشان اشنكلك يا غبي. بوليس. مسدس وقع. اقتلني بقى اقتلني بسرعه. قوم بسرعه يالا، العصابه وصلت بسرعه يالا. بدل ما يقتلونا احنا الاثنين خلي المسدس معاك. دري دري دري. ها خبيه، انا اروح افتح. ماشي بسرعه دوله. احنا جينا. اهلا وسهلا. هذه هي التماثيل. طيب ما حدش بقى يولع اي سجاير جنبيها بس والنبي عشان ما شاء. اهلا وسهلا. يا ترى هم فين؟ هم مين؟ ارى انكم متوترين. انا شايف انكم متوترين. لا وايه اللي توترنا يعني؟ الجرس. مش عاوزين زباله؟ لا شكرا، ما عندناش، مش عايزين. طب ما فيش عندكم هدوم مكويه عشان ناخدها؟ المكوي كله هنا هو يا معلم.